يا صباح الخير، صباح الخير على كل مصري صاحي من بدري بيقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. صباح الفل على كل طالب وطالبة رايحين مدرستهم، وكل أستاذ وطبيب ومهندس وموظف وجندي ومسعف، كل الناس اللي رايحة الشغل. صباح الفل على كل الأمهات اللي قعدت وجهزت سندوتشات لولادها وودعت الولاد وهم نازلين وهتقعد تستناهم لحد ما يرجعوا وتوضب البيت وتعمل كل حاجة. صباح الخير على كل مصري وعربي بيتفرج علينا دلوقتي، وحشتوني جدا 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 جدا، خصوصا ان اخر مرة قعدت على الديسك ده وكلمتكم كان من يوم الاربعاء، يوم 31 اكتوبر، يعني بقالي 10 ايام، فانا حاسة ان انا مفتقداكم حقيقي، يعني حقيقي بجد، وبعتذر على التأخير. يعني برضو خارج عن ارادتي، انا شخصية ملتزمة والله، مش انا خالص. طبعا كلكم عارفين كنا الحقيقة في الاجواء الايجابية و مع صناع الطاقة الإيجابية في منتدى شباب العالم واللي هكلمكم عنه حالا. في رسائل كتير كده صغيرة أنا محتاجة أقولها لحضراتكم تاني. عارفة أن أنتوا تابعتوا المنتدى وتابعتوا الجلسات وكانت مذاعة على الهواء، لكن أنا بس في مجموعة من الرسائل أو الأحداث اللي أنا ممكن أكون شفتها في الكواليس ويمكن تكون على الشاشات أو الكاميرات وقتها ما كانتش منقولة لحضراتكم. كمان عايزة أشكر كل الناس اللي كانت بتابع حلقة امبارح اللي هي كانت السبت، واللي كنت صورتها من العاصمة الإدارية الجديدة، ولقيت ناس بتكلميني تقولي هو انت بتطلعي يوم السبت في هذا الصباح؟ الحقيقة لا طبعا بطلعش السبت، بيكون زملائي موجودين ومنورين الشاشة، دي أول مرة. بس الحقيقة احنا سجلنا لقاءات مع المهندسين والعمال المصريين الشطار اللي ربنا يديهم الصحة والعافية اللي موجودين في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وقررنا ان احنا نزاحها امبارح، والحمد لله رب العالمين. بشكر الناس على ردود الفعل، وزي ما عودنا جمهور هذا الصباح احنا هدفنا واحنا بنعمل الحلقة دي ان احنا نأكد على ان المشروعات الكبيرة محتاجة مننا متابعة باستمرار. يعني الناس تقولك طب وانت ليه رايح تصور العاصمة الإدارية تاني؟ عشان انت شفتها وهي حجر أساس، وبعدين شفت المرحلة الأولى وهي بتخلص، لكن لسه في المرحلة التانية ولسه في التالتة ولسه في حاجات كتير بتظهر، وكل يوم كل يوم بيعدي تحس ان في حاجات كتير بتتبني. احنا دايما بنحب ننزل نروح نتابع ناس في الشارع. احنا قبل ما نسيب شرم الشيخ كان مهم جدا بالنسبه لنا انا وزمايلي ننزل نطمن على احوال الناس في شرم، عشان كده اخترنا مثلا ان احنا ننزل منطقه السوق القديم وننزلها الصبح نشوف اصحاب المحلات والبازارات هناك وهم بيفتحوا محلاتهم. طب الدنيا الاخبار ايه؟ طب يعني هل العجله بتتحرك؟ ما احنا مش عايزين زي ما الناس بتقعد تقول كلام تلفزيون وكلام اعلام، والله العظيم احنا مظلومين. احنا نزلنا بالكاميرا وقلنا الناس تقول لنا هل حاسه بحركه؟ هل لما يبقى منتدى شباب العالم موجود في شرم الشيخ بيفرق مع الناس؟ ما انا بكلمكم على مصريين، على ناس رزقها كله واكل عيشها وحياتها ودنيتها من السياحه، ولما بتتعب السياحه الناس دي كلها بتتاثر، ولما السياحه بتتحرك الناس كلها بتفوق وتتحرك معاها. يعني هي الدنيا كلنا بنلف مع بعض، يعني لها تروس كلها تكون لفه مع بعض. هو ده اللي احنا دايما بندور عليه، انه وحد يقول لك هو انا يعني بستفاد ايه من منتدى شباب العالم؟ انت ممكن تكون انت شخصيا ما استفدتش، بس في ناس غيرك استفادت، في دولة استفادت، في بلد ترند موجودة على السوشيال ميديا انها بلد الامن والامان، ما هم عايزين يصدروا لك ان انت في حاجة تانية، ان انت تتكلم على تتابع بالمناسبة الخطوات اللي بتحصل، ايه التجديد، ايه الحركة. انا بيفرق معايا جدا انه رد فعل حد زي موردين الخضار والفاكهة، هو بيقولك انا بحس بالحركه في الاوتيلات. طبعا ما هو بيشتغل والاوتيل بيشتغل والعمال اللي فيه بيشتغلوا، سواق تاكسي بيشتغل، الناس كلها بتشتغل وتشغل بعض. نرجع لمشروع زي ما كنا بنتكلم، حلم عملاق زي العاصمه الاداريه الجديده، مش هتحس بيه الا اللي شافوه او اللي هيبتدي يحس باهميه مشروع العاصمه الاداريه الجديده. حد رد عليه قال لي طب المشوار هيبقى بعيد. يا فندم مشوار ايه اللي هيبقى بعيد؟ ده الدوله بتعمل قطار سريع، وبدل ما كنت هتروح من وزاره لوزاره في ساعتين ولا ثلاثه وتضيع وقتك، هتروح من وزاره لوزاره في دقيقتين، وهيبقى كل وزاره ليها فروع داخل محافظه القاهره الكبرى، بس ما فيش التكدس اللي موجود. حاجات كتير قوي لو قررنا ان احنا نبص لها بصوره ثانيه، مش انت بتشوف الصوره المتشائمه
اللي موجودة على السوشيال ميديا أو بتشوف الصورة اللي بتكون متصدرة لك من الناس، تعال شوف الصورة التانية معانا، والله اقتنعت يبقى كويس، ما اقتنعتش هنقنعك برضو ونوريك الحقيقة والصورة الإيجابية. عموما هي مش هتكون زيارتنا الأخيرة، بالعكس إن شاء الله بإذن الله نلف بكاميرا هذا الصباح قدر المستطاع على قد ما نقدر إن احنا نكون نروح متواجدين في كل المشروعات الجديدة اللي بتتم في مصر اللي بنحلم بيها وبدأنا نشوفها وبتتحقق. يعني احنا تخطينا مرحلة الأحلام وده كويس، إن احنا خلاص لما نيجي نتكلم دلوقتي عن مشروع أو دايما لما نيجي نشوف الرئيس بيفتتح مشروع بنيجي نشوف مشروع قائم، لا بتبقى عارف الحركة فيه كانت قد إيه ولا أنت بتبقى عارف ابتدى إزاي، وكل مشروع بيحقق ميزة. بس لازم نبقى واخدين بالنا تاني، هرجع أقول إحنا 104 مليون، يعني مش بالضرورة إن الميزة اللي أنت تكون حاسسها قوي تكون مست غيرك بنفس الطريقة. يعني لما تعمل تطوير طريق في محافظة وليكن مثلا طريق سوهاج، أكيد الناس اللي بتحس بأهمية الطريق ده اللي بتمشي عليه رايح جاي، الناس اللي كانت بتحس انها مش في امان وهي طالعه الطريق ده، طريق بنها الحر، هتلاقي الناس اللي بتحس بيه برضو هم اهالينا سكان محافظه القليوبيه، الناس اللي بتاخد طريق بنها، الناس اللي شغاله في المصانع اللي موجوده هناك، ده هيحس باهميه الطريق على طول بشكل مباشر. انت ممكن تحس بيه لو انت رايح مره ومش رايح التاني، زي لما احنا بنقعد نتكلم كتير على الصحة وعلى فيروس تي وبنقول ده طفرة، عارف مين أكتر واحد هيحس بيه؟ اللي كان عنده فيروس تي فعلا مش لاقي العلاج. أنا لسه هتكلم في حاجات كتير، هتستحملوني معلش، زي ما قلت لكم 10 أيام بقى أحاول أعوض فيهم حاجات كتير. نروح للرسائل اللي أنا كنت عايزة أبدأ مع حضراتكم فيها واللي بتتعلق بمنتدى شباب العالم، واللي أولها أو زي ما أنا بشوف إنه رؤية الرئيس نفسه للشباب اللي قالها نصا، احلموا احلموا ولو كره الكارهون، ابدعوا بقلوبكم، حبوا الحياة بقلوبكم، اجعلوا اختلاف الدين او الالوان قيمة مضافة لثراء الحضارة، احلموا، الاحلام لا تسقط بالتقاضي. جملة أو الكلمات اللي كان بيقولها الرئيس تحمل كتير. اهتمام الرئيس كمان بالأمور الإنسانية زي متحدي الإعاقة، وأعتقد أو ذوي القدرات الخاصة، أنا أعتقد إن ده كان شيء في مصر ما أعتقدش إن إحنا شفناه خالص، او انا على مدار سنين حياتي دي كلها انا مشفتوش. يعني انا طلعت كان الرئيس الاسبق مبارك هو اللي موجود، وبعدين جه مش عايز اجيب السيره عشان لا اعترف انه في يوم من الايام كان رئيسي ولا انا اعترف، بس مصر ما شفتش المراحل دي حقيقي، ما شفناش، وحقيقي ما بنشوفش الجوانب الانسانيه دي مع اي رئيس دوله اخر، ولانه حقيقي وانت موجود وانت بتتابع هو بيعملها بحب، باحساس الاب قبل الرئيس. دور رجال الامن الحقيقه وشباب اللجنه المنظمه، شباب اللجنه المنظمه او شباب البرنامج الرئيسي للتاهيل البي ال بي حاجه تفرح تفرح. يعني انا بكلمك على اعمار كلها، مثلا احنا بنتكلم العشرينات الثلاثينات، ايه الرقي ده وايه النظام ده وايه التناغم ده اللي هو انت بتحس مفيش حد بيغرد بره السرب، يعني مفيش حد طالع، يعني عارف السيمفونية لما تبقى مظبوطة قوي فكله بيعمل دوره صح قوي فمفيش حد مش موجود، هي روح واحدة، روح واحدة، يعني بيتحركوا في اجساد كتير متفرقه لكن هي نفس الروح اللي موجوده عندهم كلهم، احساسهم باهميه الحدث، احساسهم بقيمته في استقبال ضيوف مصر. انا نفسي كنت لسه حتى بتكلم مع زملائي مع الشيف اسعد زميلنا واحنا هناك، كنا بنقول ايه
طب ما يتعمل مشروع قومي للسياحة بجد، يبقى السياحة مشروعنا القومي. يعني يبقى عندنا مثلا مشروع قومي هو الصحة، عندنا مشروع قومي هو التعليم، يبقى عندنا مشروع قومي هو السياحة. يخرج شباب زي دول هم حقيقي عندهم قدرة على استقبال السائح. نفسي يبقوا موجودين في كل مطارات مصر وفي كل اتلاتها شباب زي دول في كل البرامج اللي موجودة. قد ايه بتفرق الامن طبعا. حقيقة بنشكر جدا جدا جدا، وعارفة ان هما مش منتظرين شكر، بس كل حقيقي افراد الشرطة المصرية اللي كانوا متواجدين، القوات المسلحة اللي كانوا متواجدين، كل دول 24 ساعة في 24 ساعة تأمين. ومحدش يقول لي ان هما كانوا بيأمنوا شرم الشيخ بس وسايبين مصر. انت عندك 27 محافظة. كان قبلها عندنا حادث أليم، ربنا يا رب يصبر المصريين، لكن انت سبت 27 محافظة بتقولي ان هما الأمن كان موجود في شرم الشيخ بس. الأمن كان موجود في كل مصر، بدليل الحوادث دي ما بقتش بتحصل. طيب ناخد مدام أمل على التليفون عشان ما اطولش. مدام أمل صباح الخير. صباح الخير يا مدام أمل. اهلا بحضرتك فندم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ربنا يخليكي. الله يخليك. اسمحي لي بس بالوقت لو سمحت. طبعا انا بشكر سيادة الرئيس، وزي ما حضرتك قلتي دلوقتي المشروع القومي للسياحة. انا بشكر سيادة الرئيس على الذكر والدهاء، ويا ريت تتحمل مني الكلمة يا سيادة الرئيس. الرئيس بتاعنا على فكرة هو رجل مخابرات في الأول وفي الآخر. المكر والدهاء، عمل مشروع قومي اللي هو المؤتمر ده عشان السياحة في مصر. شوفي حضرتك بقى كام مليون واحد اشتغلوا على المشروع ده، وكام مليون واحد أو كام ألف واحد اشتغل في شرم الشيخ. يعني أنا شفت الحلقة بتاعت حضرتك لما لفيتي في السوق، أنا وأنا بشوفه وأنا في البيت غير لما بمشي فيه. طبعا ده طبعا وعدي. طبعا لا فرقة مع الناس جامد جدا يا مدام أمل، عايز فرقة جدا جدا. ايوه هي دي مصر يا جماعه، واحنا مش حاسين. يعني اللي قاعدين يعني بيتكلموا ويهطلوا في الكلام. يعني في ولا واحد من الباعه اللي كانوا في المحلات بيقول لحضرتك اقل واحد صاحب محل بيكسب 100,000 جنيه كيلو. يعني في شغل في مصر يا جماعه. لا بصي طبعا انا بشكرك جدا على وجودك معانا يا مدام امل، الف شكر. لا طبعا في شغل في مصر، بس مفيش يعني موظفين حكومه. في شغل في مصر، لكن موظف حكومه مستني الوظيفه خليك بقى قاعد مستني. ده يعني انا مثلا لما الرئيس اتكلم على الالعاب الالكترونيه والترفيه للشباب الجيمز، اوعوا تفتكروا ان ده بسيط يا جماعه. الانيميشن والجيمز دول، يعني مثلا لو انت اتكلمت على السينما هتلاقيها نمبر 1 في البوكس اوفيس، بيعملوا عليها تقارير. لازم دايما لما يبقى في انتاج لفيلم انيميشن دايما بتلاقيه ترند. احنا الخطوات دي متاخرين فيها قوي جدا. ال 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 الالعاب والحاجات دي لو اتعملت، او احنا لو دخلنا في الصناعه دي، وفي دول كتير على فكره عندها جزء من استثماراتها قايم على الصناعه دي، وانا بشوف ان احنا نقدر نعمل ده دلوقتي في مصر. وتقدر تبقى مطمن لما بتتابع مثلا مؤتمرات التكنولوجيا والاتصالات اللي بتقام في مصر، لما بتشوف الشباب المبدعين، وعلى فكره كانوا متواجدين في منتدى شباب العالم، واللي بيشتغلوا على البرمجيات، واللي كانوا قادرين يعملوا السمارت هوم. انا مش عايزه انسى حاجه، بس كل حاجه كل نقطه نقف عندها. صعب قوي ان انا اختصر لكم ده في دقائق، لكن حقيقي احنا نقدر نتحرك ونطلع لقدام. ناوي تكون راجل سلبي خليك قاعد مكانك. لو اقصى طموحاتك في الحياه انك هتدخل تكتب كومنت سيء على اللي انا بقوله اي مكان، اسوأ الكلام اللي انت هتختاره، انت برضه هتفضل زي ما انت، مفيش اي حاجه هتتغير في حياتك. لكن احنا بنبص لما انا مثلا انزل منتدى شباب العالم تلاقي البوثات اللي كانت معموله، الشباب اللي موجودين من دهب، الستات اللي بيشتغلوا في الصناعات اليدوية، ويدخل صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويساعدهم ويمول المشروع والمشروع يكبر ويصدروا بره مصر. الله، مش دي حركة؟ مش ده شغل؟
مش ده باب رزق، مش ده انت بتفتح ورشه صغيره، الورشه دي هتقولي بتشغل ثلاثه اربعه، هقول لك طب بس بتفتح اربع بيوت وتاكل اربع اسر وتعلم اطفال يروحوا مدارس وتربي ناس بتشتغل. عايزين نستفيد من الزياده السكانيه وماله، نشتغل نستثمر البني ادم، لكن يبقى عندنا زياده سكانيه وطابور من العاطلين، كارثه. هناخد استاذ علاء على التليفون. استاذ علاء صباح الخير. صباح الخير استاذه اسماء، اهلا بيك. تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج. اهلا بيك. طبعا منتدى شباب العالم حاجه مبهره وحاجه فعلا مشرفه لمصر، والنهارده احنا بنوجه شكر لسياده الرئيس على هذا المنتدى وهذا النجاح الباهر، وبنشكر كل اللي شاركوا في هذا المنتدى. بس انا عندي اقتراح وعندي فكره، يا ريت حضرتك نقدر نوصلها لسياده الرئيس على اساس النهارده نستفيد من هذا المنتدى. النهارده المنتدى فعلا حقق نجاح كبير جدا، احنا عايزين نطبق هذا المنتدى على مستوى المحافظات وعلى مستوى الاحياء وعلى مستوى هو حصل على مستوى المحافظات، المؤتمرات مؤتمرات شباب كانت على مستوى المحافظات. يا باشا لا، انا اقصد حضرتك حاجه ثانيه، النهارده ان كل محافظ في محافظته ينظم مؤتمر يناقش جميع قضايا المحافظه، قضايا التعليم، قضايا الصحه، قضايا البيئه، قضايا الزراعه، بحيث النهارده يبقى النهارده الشباب مع المحافظ يحطوا استراتيجيه ورؤيه لكل محافظه لكل مشكلات كل محافظه، واجي على مستوى الاحياء نفس النظام، لان النهارده احنا من خلال هذه المنتديات وهذا المؤتمرات الشبابيه اللي هيتم تنفيذها كمحاكاه لمنتدى شباب العالم على مستوى كل قريه ومستوى كل حي ومستوى كل محافظه، هنقدر ان احنا نحط استراتيجيه نعالج بيها مشاكلنا وقضايانا ومجتمعنا، ويبقى احنا شاركنا المجتمع والشباب في المشاركه المجتمعيه في علاج المشكلات بتاعتهم، ونقدر نحل. دي فكره جيده جدا، حتى لو يعني بشكرك استاذ علاء، حتى لو ما كانتش انه كل محافظه هتنظم مؤتمر شباب، لكن مهم ان عموما المحافظ يكون دايما على تواصل دايم مع الشباب اللي موجودين في محافظته، يعني يتعاون حتى مع المجتمع المدني اللي موجود. طبعا اكيد مش هنسى الاستقبال الجميل من كل اهالي او اهالينا في شرم الشيخ، حقيقه بجد انه الاستقبال الفنادق الحقيقه اللي كانت بتستضيف ضيوف والزوار مصر في المنتدى، وطبعا احنا عارفين الناس دي كلها، عشان الناس بتقول لك فلوس المنتدى، مفيش فلوس، ده ما بتدفعش فلوس للمنتدى، واظن الموضوع ده تم الاجابه عليه اكتر من مره، ولكن بنعيد تاني. انا شخصيا بشكر جدا 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 من غير ما اكون بعمل لهم دعايه ولا اي حاجه، يعني الفندق مثلا اللي كان بيستضيفنا، وانا بشوف ان ده نوع من انواع الدعايه الجيده للاوتيل او الفندق نفسه. ليه؟ لانك بيشجعك انك تروح له تاني. ببقى عايزه اخد مثلا اسرتي واروح في فتره من الفترات. الحركه بجد والاستقبال، وانك تبدع في الاستقبال، مش تقول بقى انا كده كده جايب ناس ضيوف فبستقبلهم وخلاص، لا، انك تستثمر ده، ان كل فندق في شرم الشيخ يستفيد من الدعايه اللي بيحققها له المنتدى، يستفيد من الضيوف او الزوار اللي كانوا مقيمين عنده. احنا عارفين طبعا قد ايه مشاركه الفنادق في استقبال ضيوف منتدى شباب العالم، كتير جدا، وده زي ما بقول لكم جزء من الدعايه. انا شخصيا بشكر الفندق اللي انا كنت موجوده فيه، وشكرا طبعا للخبيره السياحيه الجميله اللي انا مبسوطه ان انا شفتها، رانيا عاطف طبعا او هلا حبيبتي طبعا، عشان في ناس مش عارفاها، بشكرها جدا وبصبح عليها وكل الناس اللي موجودين معاها. ناخد نجلاء من الشرقيه. نجلاء صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك. بصي بقى، أنا غيرانة جدا من منتدى شباب العالم ده. ليه؟ احنا فرصتنا راحت في الحياة، الشباب هما دلوقتي اللي واخدين حقهم. والله الحاجات دي عمرنا ما شفناها أصلا. بصي الشباب بيتكلم كويس. الحمد لله إن أنا لحقت شوية قبل ما أودع المرحلة دي. لحقتي بقى، طب أنا ما لحقتش، احنا نعمل إيه بقى؟ المفروض يعملنا مربات البيت كل الحاجات دي مؤتمرات والله. بس والله هو يعني الرئيس برضه بالحقيقة اهتم بالمرأة المصرية في اهتمام برضه احنا ما شفناهوش قبل كده على كل الاعمار الحقيقه. عارفه في كل، بصي وعلى فكره الشباب اللي بيطلع يتكلم شباب روعه جدا جدا جدا، ومحد سبق وعنده خبره دلوقتي بيدرس ان هو عشان يطلع على حاجه زي كده. انا والله بجد بحس بغيره بجد.
الراجل الرئيس بتاعنا دوت عامل مشروعات البنيه التحتيه بتاعتها دي كانت متدمره، عارفه يعني متدمره؟ اه عارفه طبعا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، احنا ما كناش عايشين. افريقيا اللي احنا قطعناها من زمان من حادث اديس ابابا دلوقتي احنا بنرجع لها تاني، شبابنا ده كله هيتعلم الثقافات دي. يعني انا بقى غيرانه جدا. بس ما شاء الله عليكي يا مدام نجلاء، يعني حضرتك واعيه بكل الامور على فكره جيده، على فكره بحب اتابع الحاجات دي كويس جدا عشان بقولها لبنتي على طول دايما. ربنا يخليها لك وحضرتك طيبه، وبشكرك جدا على وجودك معانا، الف شكر لحضرتك. طبعا اجواء الطاقه الايجابيه دي هي مستمره معايا، فانا مش هتنازل عنها. هنتكلم في كل مشاكلنا زي ما احنا متعودين وزي ما بقول، لكن هنتكلم عشان نوجد لها حلول، مش عشان نقف في حاله صدام دايما طول الوقت معاها. تعالوا نروح لتجربه مهمه جديده بدات في محافظه القليوبيه. التجربه دي اللي احنا بنتمنى انها تتعمم في كل المحافظات. المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبيه اعلن عن رصد مكافاه ماليه لاي مواطن يبلغ عن سرقه عدادات الميه. اي مواطن بيبلغ او بيروح يبلغ الشركه انه في عدادات الميه بتتسرق. طبعا دي ظاهره، يعني حتى عم نشوف الاعلانات اللطيفه اللي موجوده اليومين دول عجباني جدا. هو انت فاهم ان انت بتسرق الحكومه؟ انت بتسرق فلوسنا كلنا. الاعلان ده ظريف قوي ومن الحاجات المعبره جدا حقيقه. انت فعلا ما بتسرقش الحكومه وفعلا ما بتغفلش الحكومه، لكن انت بتسرق اموال الدوله وبالتالي اموال المصريين. القرار ده زي ما المحافظ صرح انه هو عشان حمايه اموال الدوله، وانه الشركه بتحاول انها تحارب المخالفات بالتنسيق مع الشرطه، ومحتاجين معاونه المواطنين، محتاجين ان الناس تبلغ، محتاجين لما تلاقي واحد جارك بيعمل وصله خلصه اقفله. ما هو لو كسر الماسوره ووصل توصيله ممكن يقطع عليك الميه كلها. وعلى فكره اماكن كتير جدا اللي بيحصل فيها قطع ميه، او مثلا هتلاقوا مناطق ودي احنا يعني زي ما بيقولوا كده قتلناها بحثا. هتلاقي مثلا منطقه زي فيصل والطوابق والهرم، اكتر المناطق في محافظه الجيزه على سبيل المثال اللي بتعاني من انقطاع الكهرباء الميه. الكهرباء الحمد لله رب العالمين مفيش. الميه. لان معظم البيوت يا مخالفه يا عندهم وصلات خلصه. حد يقول لي لا انا بيتي سليم انا وصلت كويس، هقول لحضرتك اللي جنبك ما وصلش كويس. اللي جنبك كسر الماسوره وعمل وصله وقف النص ف كده. احنا نتمنى انه يحصل تشجيع للناس، يعني لو مكافاه هتتصرف زي مثلا في محافظه القليوبيه والله نتمنى انه يحصل مكافئات للناس وتبلغ، رغم ان المفروض ان انت لما بتبلغ انا عارفه انه بواقع انك مش منتظر المكافأة، ولكن انا بشوف ان ده قرار مهم، ولو المكافأة هتشجع الناس يا ريت يا ريت نشوف التجربة ونشوف هتتطبق ازاي في كل المحافظات. تعالوا ارجع معاكم لبنات مصر اللي دايما مشرفينا في كل مكان ورافعين راسنا في كل المحافل الدولية. خلينا نبدأ بقى من ريادة الكاراتيه، ومعانا بطلة مصرية أكيد حضراتكم كنتوا بتتابعوا كل أخبارها. البطلة المصرية واللي كانت الحقيقة أو المنتخب المصري ل يعني منتخب مصر للكاراتيه حقق كمان ميدالية برونزية جديدة، والميدالية دي لما بتتحقق طبعا بتتحقق لأبطال المنتخب وطبعا بتتحقق لبطلة المنتخب، لكنها بتتحقق لينا. بطولة العالم اللي بتستضيفها أسبانيا فاز فيها منتخب السيدات بالمركز الثالث وبالميدالية البرونزية، وعشان كده بيرتفع رصيد مصر في لعبة الكاراتيه في البطولة لثلاث ميداليات برونز، وده بعد ما فازت مصر في ميداليتين طبعا في مسابقات الكاتا، وحصلت عليهم جيانا فاروق في وزن 61 كيلو وشيماء أبو اليزيد في وزن 68 كيلو، وبرونزية جيانا فاروق هي اتحققت بالفوز على لاعبة تركيا، اما برونزيه شيماء ابو اليزيد فحصلت عليها وفازت على لاعبه سويسرا،
وطبعا من اسبانيا وبطوله الكاراتيه. تعالوا اروح معاكم كمان لكرواتيا. كرواتيا نروح للتايكوندو اللي برضو البنات بنات مصر ليهم حضور قوي هناك. هدايا ملاك لعبت منتخب مصر الوطني للتايكوندو اخذت الميداليه الفضيه في منافسات وزن ال 67 في بطوله كرواتيا المفتوحه، ودي البطوله اللي طبعا هيتم اختتامها النهارده مع استمرار بقى صاحبه برونزيه اولمبياد ريو 2018 في منافسات وزن 57، وكمان استمرارها في مشوارها في تحصيل النقاط عشان تحصل على تصنيف عالمي واولمبي في طبعا وزن 67 اللي انتقلت للمنافسه بعد كده بعد انتهاء طبعا بطوله العالم 2017. الف مبروك يا هديه، الف مبروك يا جيانا، الف مبروك يا شيماء، ودايما يا بنات مصر كلكم رافعين راسنا يا رب كده في كل مكان في العالم ومن احسن لاحسن. طب من الرياضه هرجع واقف معاكم عند وزاره التربيه والتعليم. تصريحات دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم في البرلمان، واللي قال ان الوزاره بتواجه ازمه كبيره في التمويل لمشروعات التطوير اللي بتقوم بيها، ده لانه الناس عندها استعداد تدفع لاي مركز نصاب، وده حقيقه. ويقصد هنا طبعا بده مراكز الدروس الخصوصيه اللي ما نقدرش ننكر ان في اسر بتعيش على فيض الكريم طول الشهر وكل دخلها بيروح للدروس الخصوصيه. انما مثلا على سبيل المثال مش هتدفع اكيد للحكومه. وانه ذكر حفله لعمرو دياب قال وصلت فيها تذكره ل 20,000 جنيه تقريبا، والوزاره مش لاقيه فلوس تطور بيها التعليم. ولما نتكلم عن مجانيه التعليم او ضروره اعاده النظر في هذا المصطلح الناس ممكن تحدفنا بالطوب. كلام وزير التربيه والتعليم في اجتماع المشروعات بالبرلمان كلام خلينا نقول منطقي جدا او واقعي. هو كان بيتكلم فيه عن دور الوزاره في دعم قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، وفي كتير الحقيقه من اللي سياده الوزير قاله محدش يقدر ينكرها. واحنا مع وصف الدكتور طارق شوقي للوزاره في تطوير التعليم بانه جهد خارق، لكن لازم ناكد انه بس هي النقطة انه ربط الوزير ما بين ازمة التعليم وتذكرة حفلة عمرو دياب ما كانش موفق. الكلام ده كان بحسن النية، لكن ادى فرصة للمتربصين الدائمين بالوزارة ان هم يسيبوا كل الكلام الجميل اللي اتقال ويمسكوا في الحتة دي. اه فعلا احنا في عندنا ناس ما تفكرش في دعم تعليم ولادها خالص، ومقتنعة ان السنتر لما بياخد الفلوس بتاعته تمام هو مفيش اي مشكله بيصرخ من الدروس الخصوصيه طول الوقت، لكن لو جت المدرسه تقول له هناخد منك 100 جنيه مثلا على سبيل المثال، او هناخد 200 جنيه او هناخد 300 جنيه ونوفر عليك 3 4000 جنيه بتوع السنتر مش هيوافق. هي اصلا مجانيه التعليم دي انا بعتبرها اضحوكه عشان نبقى متفقين. احنا مبسوطين ان المدارس الحكوميه ببلاش صح، بس الحقيقه احنا ما بنعلمش ولادنا ببلاش لا اللي في الحكومه ولا اللي في الخاص، لان اللي بيدخل مدارس الحكوميه مش راضي عن مستوى المدارس الحكوميه وبالتالي بيطلع يدي ولاده دروس. فهنا اصبح مصطلح ان التعليم مجاني هو مش مجاني، هو مش مجاني. انت بس انك بتودي ولادك المدرسه تدفع مصاريف الكتب شكرا، اللي هو احنا كلنا اتعودنا عليه. انا كنت في مدرسه حكومه برضو عادي يعني مش اي حاجه خالص، لكن الحقيقة أنه التعليم مش مجاني. التعليم في مصر ليس مجانيا، محدش يقدر يقول أن التعليم في مصر مجاني أبدا، لكن هي منافذ الصرف بتاعتك مختلفة. بتروح بقى لمدرس خصوصي في البيت، بتروح لسنتر، بتروح لمدرسة، بتروح أي مكان، لكن هل التعليم مجاني؟ لا التعليم مش مجاني. لكن أنا ما بقولش على أنه نعمل مقارنة مش في محلها. ممكن نقول اننا لازم نشجع الناس انهم بدل ما يدعموا مراكز الدروس الخصوصية يدعموا المدارس الحكومية او مجموعات التقوية اللي بتشرف عليها الوزارة، وبالتالي نخلص بقى من مافيا الدروس الخصوصية اللي اغلب مدرسينها اصلا مش معتمدين في الوزارة. وانا مستغربة الاهالي بتوافق ازاي
بس اوكي يعني الاقي واحد اسمه عنتيل الكيمياء والفيزياء ده انا وافق ابني يروح عنده ازاي؟ عشان كده اللي بيتم ضبطه منهم زي ما شفنا بيتحول للنيابه لانه بيمارس مهنه بدون ترخيص، والمدرس التابع للوزاره بيتحقق معاه وبيتجازى. واكيد كلنا لازم ندعم بلندا، احنا بنتكلم على ملف مهم زي ملف التعليم، ملف مهم جدا. معاكم ان المقارنه مش في محلها، بس ممكن معلش نتغاضى عن النقطه دي ونمسك في بقيه الكلام. اتمنى مشكله التسويات الخاصه بالموظفين وللحياه الحكومه بدات خطوات هايله وسريعه جدا فيها التسويات للموظفين بالمؤهلات الاعلى، يعني مثلا اللي حصلوا عليها اثناء الخدمه، وده بتعديل اللائحه التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه رقم 81 ل 2016، وده لحل مشكله التسويه، يعني ازاله اي عائق قدام الموظف. وده تم في اجتماع لجنه القوى العامله بمجلس النواب، وكان بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، وتم مناقشه هذا الامر، وقال انه دي من الاخبار الحلوه اللي بتعبر او بتعتبر كمان بشره كويسه للموظفين، يعني هي بتقدم حلول جذريه. اللي كان عنده مشكله تسويات الموظفين، البدل النقدي مثلا للاجازات، ده اعتقد انه كانت ناس كتير جدا بتشتكي منه. الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره واللي كان بيشارك في الاجتماع اتكلم عن تعديل الماده 176 من اللائحه التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه. وده طبعا تم لحل مشكله التسويه والاجور للموظفين، عشان يكون من حق الموظف التسويه، من حقه ان هو ياخد الاجر المناسب بعد التسويه، من حقه ان هو ياخد الاجر اللي كان عليه وما يقلش مرتبه بعد التسويه. واعتقد ده من القرارات اللي بتراعي مصلحه الموظف، غير طبعا ما يكون على حساب، او مش عايزين كمان، وده اللي تم الاخذ في الاعتبار، مش على حساب المؤسسات. يعني الحكومه ما عندهاش مانع انه يحصل تسويه، وخدت خطوات كتير لحل مشاكل التسويه، الجهاز المركزي للتنظيم والاداره بينسق مع وزاره التخطيط، حصل كمان على موافقه وزاره الماليه عشان يحصل ده بالفعل. الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط زي ما قلنا، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأت إنها تعمل مشروع عشان يتم تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. معلش أنا بطول عليكم، بقول لكم المواد بالظبط، لأن المواد دي عاملة مشاكل عند عدد كبير جدا من الموظفين اللي دايما بيشتكوا. تطبيق التسوية هيتم من بداية تفعيل التعديل. طيب الناس اللي عملوا تسوية قبل كده، اللي هو قبل التعديل، يقولك طب انا مش من حقي كده، او انا ضاع عليا، لا ما تقلقوش، في ماده جديده هتضاف وهينص عليها قرار تطبيق الاجر او على اللي قاموا بالتسويه باثر رجعي، وده اللي بياكد زي ما قال رئيس جهاز التنظيم والاداره ان الحكومه تتحرك لمصلحه المواطن والموظف من غير ما تستنى حد يقول لها ايه الصح وايه الغلط، ومن غير لا تيجي على المؤسسه ولا تيجي كمان على حقوق الموظف. احنا على فكره في الصباح جت لنا اكتر من شكوى بخصوص الموضوع ده، وكان دايما الناس بتقول انها عندها مشاكل في التسويه. طبعا كان يحل مشاكل التسويه دي بشكل فردي موضوع صعب، وكان في ناس تروح ترفع قضيه وبعدين يبص لكل قضيه لوحدها وهكذا، لكن لما تتعمل الامور بالطريقه دي اعتقد ده افضل لكل الناس، وكمان الناس اللي عملت تسويه قبل كده ما تقلقش لان حقها هيرجع لها بأثر رجعي إن شاء الله. نروح نشوف درجات الحرارة ونطمنكم عليها، ونطلع على فاصل صغير وراجعين. We'll be right back.
بصب عليكم من تاني. وبص بصراحه انا ترددت كتير جدا وناقشت الموضوع ده انا وزمايلي اكتر من مره قبل ما نقرر نتكلم في الموضوع ده، الموضوع اللي شغل بال ملايين من المصريين خلال الكام يوم اللي فاتوا. طبعا حضراتكم بتسالوا دلوقتي يا ترى ايه الموضوع ده، يعني مثلا هل هو مرتبط بمشروعات قوميه جديده اللي الدوله بتعملها؟ طب هل هو مرتبط بطريق جديد؟ طب هل هو مرتبط بانه اهالينا مثلا اللي كانوا ساكنين في العشوائيات بقوا في اماكن تحفه وجميله؟ طب هل هو مرتبط بانتاجنا من المشروعات؟ طب هل هو مرتبط بالسلع؟ هل هو مرتبط بقضيه التعليم ولا الصحه؟ ما هي دي الموضوعات اللي المفروض او اللي احنا دايما بناخدها في كل كلامنا الصبح، او هي دي امور حياتنا اللي المفروض المهمه او اللي تستحق انها تكون ذات اهميه بالنسبه لنا. لكن للاسف الموضوع في الاخر اللي احنا هنناقشه مع حضراتكم هو موضوع اللي بيقولوا عليه مطرب صاحب الاغنيه الشهيره رب الكون ميزنا بميزه، ايوه حمو بيكا وخناقته مع زميله مجدي شطه. طيب طبعا هو اسم حمو اسم مش غريب علينا، يعني احنا سمعناه كتير، بس انا كان معرفتي بالاسم ده زي السكر كده. لسان الفنانه القديره الراحله سناء جميل لما قالت في مسلسل الرايه البيضاء الابداع، فاكرها ما كانت بتقول ولا حمو التمساحه يلا، دلوقتي احنا هنقول ولا حمو الترند يلا. ده كان علاقتي بالاسم ده. انا سبعه طبعا اللي قاعدين قدام تلفزيون او اللي بيشوفونا اونلاين بيقولوا لي حتى انت يا اسماء حتى انت هتتكلمي في الموضوع ده، لانه طبعا في اتهامات للصحافه والاعلام ان احنا اللي بندي النوعيه دي او النوع ده من المطربين الانتشار. الحاله والله احنا مظلومين، احنا لقيناهم ترند، والله احنا لقيناهم كده، احنا صحينا من النوم لقيناهم ترند، فاحنا مش احنا اللي ماسكين السوشيال ميديا. وعشان اكون صريحه معاكم او سبب طرحي للقضيه دي ان في تساؤلات اهم من الخناقه اللي بين الاثنين او بيكا ومجدي بيكا، لا حمو ثانيه واحده حمو ومجدي، ثواني يا مرت ثواني معلش انا اسفه انا غلطت في اسامي النجوم بعتذر معلش، انت عارف ثقافتي مش اللي هم بيكا اللي هو حمو او مجدي اللي هو شطه يعني. طيب خلينا مع التساؤلات، هل فعلا احنا اللي بنعمل الترند زي ما بيقولوا؟ هل الاعلام والصحافه احنا سبب الترند، ولا في احداث واشخاص هم بيفرضوا نفسهم؟ على فكره الترند على السوشيال ميديا فضيحه بتبقى ترند، احنا يعني مش بمزاجنا. ممكن انا بعتذر حد يحط شيء اباحي جدا على اليوتيوب ويبقى ترند، ودي الاهتمامات. يعني الاغنيه انتشرت نجحت، او لو ما كانتش الاغنيه دي انتشرت ما كناش عرفنا حمو، او ما كناش لقينا ولادنا وما نقدرش ننكر بيسمعوا الاغاني دي. وطبعا احنا بص بنقعد نستنكر ونتحسر على ايامنا وعلى الفن والزمن الجميل، وازاي انه وصلنا للانحدار ده، حين الانحدار ده احنا وصلنا له من زمان برضو، يعني ما في مسلسلات وفي افلام وفي اغاني، وكان في وقت من الاوقات من سنتين ثلاثه الترند هو الاسطوره، مش الاسطوره الحقيقيه، الاسطوره المزيفه. احنا عندنا اسطوره حقيقيه، المنسي ده الاسطوره الحقيقيه اللي انا اعرفها في حياتي، لكن ده اللي حصل. والسؤال هنا اللي بيفرض نفسه، هل تجاهل ما اطلق عليهم مطربين هو الحل؟ طب انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان الغاء حفله مش حل، مش حل. طب الملايين اللي بيسمعوهم الملايين في الاحياء الشعبيه، واحنا عارفين احياء مصر الشعبيه عامله ازاي وافراحها عامله ازاي، والشادر بقى والصواني الكبير، وعارفين كم مش عايزه اتكلم عشان محدش يزعل، بس ده اللي موجود. هما من حقهم يختاروا اللي بيسمعوه. طيب هل اهالينا في الاحياء الشعبيه لقوا فن بديل يصدقوه؟ لا، ما هو انت لازم تشوف توصل ازاي للناس
الوصول للناس شيء مش سهل. بلاش مهرجان الموسيقى العربية شغال بقاله كام يوم ومليان نجوم، مش قادرة اقول لكم ليه صوتهم ما بيخرجش بره الاوبرا، ليه صوتهم مش في الشارع. هنلاقي نوعية معينة، عشان كده لازم نفكر في الموضوع ب ب ب بطريقة افضل. هل لما طبعا امير الغناء العربي، وبشكره جدا على تدخله بعد الفيديوهات اللي احنا مش هنعرضها، لغى الحفلة بتاعت بيكا، هل دي كانت هتحل الموضوع؟ طب ليه ما نشوفش اي مطرب بيطلع ونحاول ان احنا نشوف هو ازاي يقدر ينتمي للنقابة؟ ما نحاول ان احنا احنا طول عمرنا كمصريين بنحب الاغنية الشعبية كلنا، من ايام طبعا النجوم بقى العظماء رشدي والعزبي، وبعدها بقى دخل طبعا عدوية ودخل جيل جديد وحسن الاسمر والفنان حكيم، يعني ربنا طبعا يديله الصحة والعافية. كل دول احنا بنحب الاغنية الشعبية، بنحبها وكل الطبقات بتسمعها، مش بنتكلم بس على الناس في مناطق وفي مناطق، كل الطبقات بتسمع الاغاني دي، كل الناس بتسمع الليسي، كل الناس محدش يقدر ينكر ده. لكن هي الفكرة كلها، هل تجاهلهم هو الحل؟ اكيد لا. اماكن الحفلات اللي احنا دايما بنقعد نتحصر على حالنا فيها بتضم 500,000 واحد، بس ده ما بيوصلش للشارع. وطالما الاغاني دي ممكن ناس يقولك هي اصلها ما فيهاش اسفاف او ابتذال، طيب كويس، ما احنا مش من حقنا هنا ان احنا نجبر الناس انها ما تسمعهاش. احنا لازم نختار هما ممكن يسمعوا ايه، او ايه اللي ممكن يقدر يوصل لهم. ده غير ان احنا عندنا انحدار في الذوق العام، عندنا مشكله حقيقي نفسيه. اللي حصل في الفوضى بتاعه السينما والدراما والاغنيه خلت الجيل اللي طالع بالنسبه له بيبص للحلق شعره مش عارفه القص ازاي وماسك ايه وايه وايه وايه، ده كان جزء من اللي حصل فيه تاثير على الذوق العام. انحدر الذوق العام. يعني زمان كانت ست ام كلثوم تطلع في حفلتها اول كل شهر، الناس طبعا اللي حاضره الحفله شيك وفساتين وبدل وجمال رهيب. انت طبعا ممكن تسال على فكره حد من الاجيال الجديده دلوقتي تعرف ام كلثوم، ممكن يقول لك انا ما اعرفهاش، ممكن يقول لك ما اعرفش مين كوكب الشرق، ممكن يقول لك ما اعرفش، ده حقيقه. وكانت الناس اهالينا بقى وجدودنا زي ما كانوا بيحكوا لنا يقعدوا حوالين الراديو مستنيين اذاعه الحفله، ده كانت الناس كده جوه وبره. احنا شرايح كتير قوي ومحافظات مصر مليانه قوي، ولسه زي ما قلنا على فكره بيكا وشطه مش هيكونوا اول ناس ولا اخر ناس، وزي ما حصل قبل كده هجوم على اوكا وارتيجا، وزي ما حصل على ولاد سليم اللبانين ومفيش صاحب بيتصاحب وال يا محمد صلح لي مفيش صاحب بيتصاحب والكلام ده، ف وكل ده بيطلع. فكره المنع مش الحل، ولا احنا اللي بنعليهم ترند. انا عايزه اقول لكم ان شطه بيقول واحد زميل صحفي راح يعمل حوار معاه قال له استنى نزل الكاميرا يا باشا، ده الزميل كاتب الصحفي كده بنفس اللغه اللي انا بقولها بنفس النص، 10,000 جنيه الاول. قال له بس الصحافه ما بتدفعش فلوس، والحقيقه احنا عمرنا ما دفعنا فلوس، يعني انا خارجه مدرسه الصحافه ما كناش بندفع فلوس لحد بنعمل معاه حوار خالص، حقيقة ولا بندفع فلوس هنا للضيوف. قال له 10,000 جنيه، قال له ما فيش، قال له مش خدت واجبك يلا بقى. الناس دي على فكره ما بتعمل قنوات واليوتيوب بيشجعها، ما اليوتيوب لما القناه بتاعته بتعلى
بيدفعوا فلوس. فالموضوع بقى سبوبه بكامل بقى الشيء الهيئه والشكل وكل الحاجات اللي ممكن تكون مثيره للاشمئزاز. لكن بكل اسف ده اللي احنا وصلنا له. هتعمل ايه عشان ترتقي بالذوق العام؟ دي مسؤوليه مجتمعيه كبيره. ده هيرجعنا لكلمه قالها الرئيس، المسؤوليه المجتمعيه، بناء الانسان المصري. مش تقدر تعدل الذوق العام من غير ما تبنيه. وفي نفس الوقت احنا مش محتاجين ان احنا نعيش في برج عاجي او نتعامل بطبقيه وننسى الناس التانيه. اللي هم محتاجين كلام بسيط. عشان كده بقول انه النقابه محتاجه تحتضن المطرب الشعبي طالما ما بيغنيش بابتذال، وتوجهه مش ننفره. مهما شلنا 200 300 حفله، وبالمناسبه الممنوع دايما نقول لك الممنوع مرغوب، فاللي ما كانش كان بيسمع عنه يسمع عنه بعد كده، واللي ما كانش عارف يحضر له حفله بشكل قانوني شكل قانوني هيروح يحضر له حفله في فرح، مش تقدر تمنعه. قننه، قنن وضعه بس، وهو هيبقى ظاهره وهتنزل مع الوقت. الطرب الحقيقي والفن الحقيقي هو اللي بيصمد، هو اللي بيعيش. لكن ال ماشي. طيب ناخد استاذ اسامه من شبرا. استاذ اسامه صباح الخير. الو الو صباح الخير يا فندم اسماء. صباح النور يا فندم، زي حضرتك؟ حضرتك فندم الحمد لله. اتفضل. هو حضرتك زمان كان في بخصوص الموضوع اللي بتتكلمي فيه حضرتك، هو من زمان كان في حاجه او اعتقد ان هي ما بقتش موجوده، هيئه الرقابه على المصنفات. طب هي دورها ايه عشان تخلي ولادنا في البيوت؟ انا عايز اقول لحضرتك ان الاغاني اللي حضرتك بتتكلمي عليها ديت، لا دي رحمه عن اغاني كتير طالعه فيها اسفاف وفيها ايحاءات بطريقه بشعه للاسف، يعني بتتفرض علينا نسمعها في ميكروباصات، في تكاتك، في مواصلات عموما. يعني مين اللي يحكم الكلام ده حضرتك؟ وفين الهيئه اللي تحكم الكلام ده في مصر؟ ليه اي واحد عنده كلمتين يطلع يقولهم اي او اي واحد؟ السوشيال ميديا يا استاذ اسامه بقت يعني خلاص، انت حتى لو منعت ده على شاشه، طبعا انا ما اقدرش مثلا يعني هنا في القنوات او شبكه قنوات سي بي سي ان احنا نعرض شيء فيه اسفاف على الشاشه، بس مع الاسف انت انا بقولش لو يا مدام اسماء، ما انت عندك السوشيال ميديا، هو اصلا ترند على السوشيال ميديا، مش عارفه ترند ازاي يعني. فمعنى كده انه في ناس بتدخل على السوشيال ميديا وبتشوفه وبتتفرج، وناس من المنطقه وحبايب وكده يعني. فهي هي يعني هي مشكله. تمام يا فندم تمام. يعني الموضوع ملوش ضوابط، اصبح الموضوع يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني الدولة ملهاش دور على دوت، ولا الأمور فلتت من إيديها في الدولة؟ طبعا مسؤولة طبعا عن ده، لكن ما زالت السوشيال ميديا عشان نكون صراحة مع بعض، لأن مش إحنا اللي قائمين على إدارتها، لكن بيحاولوا. لكن الناس برضو بتيجي مثلا لو سمعوا إن في موقع تم حجبه تلاقيها أنت بتحجبه إيه، وبيدوروا على أي طريقة وأي هاكرز يدخل يخترق الموقع ويسيبه مفتوح. ما هو برضو ما هو الناس لا مع المنع، يعني بنيجي نقول لا بلاش مثلا دولة زي الصين ما منعت اليوتيوب والفيسبوك، احنا ما نقدرش نعمل ده في مصر. الناس مش هيعجبها الكلام ده على فكرة. تمام شكرا. مش يا ريت الناس، والله انا عن نفسي مش محتاجاهم في حاجة. شكرا يا فندم. استاذ حسام صباح الخير يا مدام اسماء. صباح النور يا استاذ حسام. معلش مدام اسماء، حضرتك يعني طبعا معروف عن حضرتك ان انت انسانه مؤدبه جدا. الله يخليك. يعني حضرتك كنت بتتكلمي على المغنيين والاغاني بتاعتهم، وساعات الواحد هو ماشي راكب تاكسي او اي حاجه بيسمعها. انا صاحب شركه وعندي موظفين من جاردن سيتي ومن عين ومن مناطق شعبيه، ساعات بتعزم في مناسبات. تمام. انا 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 بحضر مناسبات في الحقيقه، انا راجل بحضر مؤتمرات بره، وبروح الليدو وبروح حتت كتيره، وبروح اماكن انترتينمنت عاليه جدا. حضرتك عارفه الاماكن الليدو اللي الراقصات بيبقوا عاملين ازاي؟ اقسم بالله العظيم
اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان الراقصات في محلات الليدو والمولان روج بيلبسوا احشم من الراقصات اللي بيجيبوهم في المناطق الشعبيه دي. انا مش عايز اقول لك بيجيبوهم، ايوه طبعا، لان دول بيقدموا استعراض بطريقه معينه مفهوم. طبعا يا استاذ حسام انا بشكر حضرتك جدا، هم بيقدموا استعراض، الاستعراضات اللي موجوده بص حسام ما بيقولش حاجه يعني. يا مدام اسماء، مش استعراضات دي، مش اسمهاش استعراضات دي يعني. حضرتك ما بقول حضرتك سائقة الأدب. على فكرة احنا كان عندنا في أفلام زمان يا فندم، يا فندم احنا كان عندنا في أفلام زمان المباحث الأداب لو جه حضروا الأفراح الشعبية يتلم كله، ما ينفعش ما ينفعش، عيب عيب. احنا بنقول يا رب استرنا، وعايزين ربنا يبارك في الشعب دون، ما ينفعش يبارك فيه وتكون الحشيش والبيرة بيتوزعوا علنا كده في وسط الأفراح، في مصايب. ده واقع، ما هو لازم ما هو على فكره لو ما كانش ده بيتوزع في الافراح ما كانوش هيسمعوا بيكا وشطه. ما لو هم ناس بشكرك جدا، بشكرك طبعا. استاذ حسين بيتكلم على استعراض، على فكره افلام زمان كان فيها استعراض راقي جدا. افلام فيلم زي فيلم غزل البنات، ولا افلام انور وجدي طبعا اللي كانت موجوده، ولا افلام كتير جدا هنلاقي مثلا كان بيبقى في مكان الناس بتخرج فيه للسهر وترابيزات بتعمل شو واستعراض، بس كان برقي عشان اصلا ما كانش فيه فكره النظره اللي فيها تحرش ويعني مش عارفه اوصفها. ربنا ينجينا. طب تعالوا اخدكم على حاجه كده لطيفه جدا حقيقه شفتها، اسمها يوميات عائله مسلوعه. هي اسمها كده، اب وهو ملسوع او مسلوعه، انا مش عارفه الاسم هو اللي يعنيه بالظبط ايه، لكنه اب قرر ان هو يكون نموذج لأولياء الأمور أو للأبهات التانيين ويكون مختلف في معاملته لأولاده. الحقيقة الحكاية بدأت لما الأب ده قرر أنه هو يشجع بنته مثلا على الأكل. لقى طفل مثلا في البداية بيقول لوالده، بابا أنت ليه مش بتعاملني زي عمه أشرف ما بيتعامل مع ابنه كنان؟ فقرر الأب أنه هو يصور يومياته مع أولاده كنان ورتان ويعرضها. هما في الحقيقة عملوا حالة لطيفة جدا، يعني بشوف من الحاجات الظريفة باستخدام، طبعا هو حط مقاطع من سناب شات والأب بيحاول ينقل لكل المتابعين الطريقة اللي بيربي بيها أولاده. على فكرة احنا كلنا ما خدناش كورسات في التربية، كنت لسه بتكلم مع حد في الموضوع ده، احنا طلعنا بنربي أولادنا بالفطرة مش عشان حد علمنا ازاي نربي أولادنا. يعني كورسات التربيه معلهاش اقبال جامد في مصر او في المجتمعات بتاعتنا، لكن كلنا طلعنا بربي ولادنا بالفطره، وده موضوع بقى هبفتحه مع حضراتكم تاني. لكن هو كان بيتكلم ازاي ان الاطفال بيتعاملوا وهم في سن صغير. احنا معانا الفيديو ده يا محمد؟ طيب يلا نشوفه. والله يا اختك دعسه دعسه على البقاله. يلا روحي روحي، صباح الورد، صباح الفل، صباح العم، نعم صباح الخال، ولا تزعل. الشنطة يا ريتان، لا تنسي الشنطة يا ريتان. طيب أول ما تخش قولي لأب الشنطة، عرفتيها اللي أكبر منك هذيك، ها؟ أنت معانا ولا مع ناس ثانية؟ إيه يلا يلا يا زعيم، قول لأختك مع السلامة. يلا يلا حبيبي، يلا 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 يا بطل، يلا يا بطل، يلا يا بطل. يعني ينفع كده تشيل اغراضك في كيس كده؟ الشنطه يا ريتان. ايش يا ريتان؟ الشنطه يا ريتان. انت فهمتني ولا ما انت فهمتني، ولا مدخلك الروضه على الفاضي وطار طار 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 طار. يلا روحي روحي روحي، الله يسعدك، مع السلامه يا بابا. الشنطه يا ريتان، الشنطه. يا الله انه بنتي ريتان تطلع بالشنطة يا رب، آمين.
تكفى يا ريتان، من امس بحلم بالشنطة قسما بالله، انا والمتابعين مستنيين الشنطة. يلا يا ريتان، الشعب كله مستني. انا اعرف بنتي شاطرة ما تتأخر هذا كله الا عشان بتجيبها. هاو فكوا الباب، خربت الباب دي ولا ايه؟ يا رب يا رب. هلا هلا، فين الشنطة يا ريتان؟ ايش؟ فين الشنطة يا ريتان؟ هلا كيف حالك؟ انت زميلها؟ انا مين؟ فين الشنطة يا ريتان؟ ما تدري؟ كناسة. شكشكت شكشكت، يا ليلى يا بنت مولودة في قناة وناسة. اركبي اركبي يلا اركبي. ايش في يا ريتان؟ يعني قلت لك جيبي الشنطة، لا تنسي الشنطة. طالعالي بطالب. طب والشنطة؟ كسفتي يا اختي؟ كسفتي؟ تعالي يا ريتان، تعالي يا بابا، نروح نجيب كنان. يلا احنا رايحين نجيبه من حفلة تنكرية يا ريتان. يا ريتان ابوس ركبك، ركزي معايا، ورانا مستقبل يا ريتان، رجعيها يا ريتان. طبعا المقاطع رغم ان هي كوميدية، لكن على فكرة بتوصل حاجة مهمة، وزي ما السوشيال ميديا بتنقل السيء بتنقل الكويس. كلنا عندنا التجارب اللطيفة دي مع اولادنا. انا بقالي اسبوع مستنية اللانش بوكس، مش عارفة هتيجي ولا لا. حسيت ان انا عاملة زي ابو ردان كده، لو ابني يرجع لي بيها من المدرسة هحس بمفاجأة كبيرة. يعني يمكن تكون حاجات لطيفة وناس بتتعامل معاها بشكل كويس، بس هتلاقوا مشاكلنا كلنا. انا يعني عموما سعيدة بتجربته، وحتى ان كان بيعملها ممكن نقول مش بطريقة الناس اللي شايفاها بروفيشنال قوي، لكن بيعملها كويس. دي بشكل كتير كده، يعني ناس كتير قوي من اللي عندهم اطفال كمان صغيرين في المدرسة. تعالوا زي ما بنتكلم على خطورة التكنولوجيا، زي ما كمان بنتكلم عن فوائدها. الموبايل هو اساسي بالنسبه لاي حد فينا، لكن الهوس او ادمان الموبايل او اللي بقى مرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي حول التليفون، يعني هو مع الناس بقى جزء من حياتهم، يعني درجه انه بقى لازق في ايدينا ما بيسيبناش. يعني درجه ان كتير من الناس بتاخد الموبايل معاها في كل مكان في كل مكان. وطبعا بعيدا عن الاخطار الكتير اللي ليها علاقه طبعا بالجانب النفسي او الاجتماعي لاستخدام النوع ده من التكنولوجيا، لكن كمان في اخطار صحيه اتكلمنا عنها كتير قبل كده. وكان اخر الاخطار دي اللي كشفتها دراسه قامت بيها صحيفه بريطانيه. الدراسه دي استعانت بثلاث علماء كشفوا خطوره استخدام الموبايل في الحمام، ودي بعد ما بقت عاده عند كتير من الشباب. بالنسبة للعلماء قالوا انه مصدر الخطر هنا بيجي من البكتيريا، البكتيريا الضارة اللي ممكن تكون موجودة في الاماكن دي لسبب او لاخر. وكمان العلماء قالوا لبعض انواع البكتيريا الضارة دي، وخصوصا اللي بتكون في الحمامات، ممكن تصيب بالسالمونيلا او كولاي، ودي بالمناسبة بتتنقل يعني للشخص نفسه، بعدين ممكن هو بينقلها بعد كده للموبايل، وبالتالي اي حد يلمس الموبايل من الاسره او من الاصدقاء هو عرضه للاصابه بالبكتيريا دي. وانه اي شخص معرض للاصابه نتيجه نقل العدوى بالامراض اللي احنا مسميها الانواع دي من البكتيريا. الدراسه كمان قالت ان البكتيريا دي بتبقى موجوده مثلا على ايد الباب بتاع الحمام، او على الحنفيات، او على قاعده التواليت، او غيرها كمان، انها بتتنقل من الانسان مجرد ما يلمس المكان اللي هو فيه. ولو حد بي بي بيشغل دماغه هيقول لك ما انا بغسل ايدي وانا خارج من الحمام. طبعا اوكي، بس خبيره التعقيم ليزا اكرالي اللي شاركت في الدراسه دي قالت ان غسيل الايدين وتعقيمهم مش هيمنع الاصابه بالمرض، لانك مش تغسل الموبايل. يعني انت مش هتمسك الموبايل تحطه تحت الحنفيه وتغسله، مش هتعقم الموبايل، وبالتالي الموبايل هيفضل معاك ينقل المرض وينقل البكتيريا. مرة تانية لو بقى قررت انك تغسل الموبايل، ده موضوع تاني، تغسله بقى بالمية والصابون والمطهرات، ده قصة تانية. دلوقتي هنقول لكم ان انت لو عايز تعمل كده عليك ان انت تغسل الموبايل.
احنا بنوعي بقى وكل واحد حر. نروح لفقرة على فكرة جديدة هتنضم معانا، والفقرة دي بعنوان أهل مصر. هنحاول فيها على قد ما نقدر يعني احنا نقدم لحضراتكم شخصية مصرية قدرت انها تقدم بصمة في مجالها. هنتكلم عن أبرز المحطات في حياتها، هنسلط الضوء على إسهاماتها. النهاردة احنا معانا شخصية إذاعية كبيرة رحلت عن عالمنا يوم الجمعة اللي فاتت بعد مشوار طويل في الإذاعة المصرية، قدمت خلاله الكثير من البرامج واللي كان أشهرها برنامج زيارة لمكتبة فلان اللي استمر تقديمه في إذاعة البرنامج العام حوالي 40 سنة. قدرت إنها تقدم عدد كبير جدا طبعا من اللقاءات، كانت داخل المكتبة شخصيات أدبية فنية، بتأكيد إحنا بنتكلم عن الإذاعية الكبيرة الأستاذة نادية صالح الله يرحمها، واللي تعودنا إن إحنا نسمع لصوتها الرقيق والمميز لسنوات طويلة. الإعلامية الراحلة نادية صالح قدمت حوارات كتير مع عدد من المشاهير الكبار، العملاق الموسيقار محمد عبد الوهاب، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الأديب العالمي نجيب محفوظ، دكتور مصطفى محمود، عمنا صلاح جاهين، وحاولت كتير كمان في برنامجها زيارة لمكتبة فلان المزج ما بين الجانب الفكري والثقافي والجانب الإنساني، وده ساعدها أنها تحول البرنامج وكواليسه لكتاب بنفس الاسم تحكي فيه عن أهم زيارتها، عن الشخصيات اللي هي عملت معها حوارات على مدار عشرات السنين. نادية صالح درست الطب بالمناسبة في البداية، لكن لأنه يعني قلبها الرقيق ما قدرتش أنها تكمل في كلية الطب، وحولت الدراسة لكلية الإعلام وبعدها لكلية التجارة وبعدها درست الإعلام، وبعدين التحقت بالإذاعة المصرية في منتصف الستينات وأخذت مناصب كتيرة قوي، كان آخرها أنها كانت رئيس شبكة الشرق الأوسط في سنة 1995. ورغم خروجها على المعاش إلا أنها استمرت تقدم برنامج يعني برنامجها زيارة لمكتبة فلان لحد سنة 2015، وبعدها سابت الإذاعة المصرية بعد ما قدمت للمكتبة الصوتية سجل حافل باللقاءات. برحلت عن عالمنا صباح الجمعة اللي فاتت بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 78 سنة. بنادالها كلنا بالرحمة وبنعزي كل أحبائها وكل الشعب المصري. دلوقتي تعالوا نشوف معلومات أكتر عنها في الانفجراف اللي جاي. بشكر زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام وهبان على إعداد شخصية من أهل مصر، هو بالمناسبة هو المحضر المعلومات دي. تعالوا نشوفها ونرجع نكمل. ربنا يا رب يرحمها ويسكنها فسيح جناته. ونرجع نستقبل تليفونات حضراتكم، انا عندي اكتر من
شكوى جات لنا، يعني هنحاول فيه برضو. انا بطمن اهالينا في شارع جسر السويس، وتحديدا المسافه ما بين ميدان الالف مسكن والحد اشاره روكسي. احنا بنقول لكم ان الشكوى وصلت لنا، انا بس بطمنكم ان الشكوى وصلت، نتمنى انها تتحل، واللي فيها اكتر من بؤره لتجمع القمامه، وان العربيات ما بتروحش تشوفها. دي الصور اللي وصلتنا، ومفيش يعني صندوق كمان يجمعوا فيه القمامه. هنحط لحضراتكم الصور على الشاشه، وانه في طبعا احنا عارفين الهباشين او الناس اللي بيبقوا موجودين بيقولك بيعدي يلموا الكراتين والازايز ويبعتروا القمامه او المخلفات اللي في الشارع، وده حسب شهاده صاحب الشكوى، وقال ان في الوقت نفسه بيحولوا اغلب الحدائق اللي بعت شكوى دي استاذ محمد تيمور، وقالوا ان اغلب اللي بيحولوا الحدائق دي لخرابات، واللي بقت فعلا بدون زراعه حسب طبعا اللي هو بعته. واحنا الحقيقه بنناشد رؤساء الاحياء المسؤولين عن المنطقه ما بين ميدان الالف مسكن واشاره روكسي ان هم يتحركوا ويشوفوا هذه البؤر. وكمان يعني نرجو ان السيد محافظ القاهره اللواء خالد عبد العالي المعروف طبعا بالضبط والربط انه يستجيب لهذه الشكوى وغيرها من الشكاوي المتعلقه بتكدس القمامه في العاصمه. زي ما قلنا ده ما بين طريق الالف مسكن شارع جسر السويس وكمان لحد الاشاره بتاعه روكسي، ومعانا اكتر من منطقه. واحنا طبعا بنوعد حضراتكم ان احنا دايما يعني اي حد لما بيبعت لنا صور بس يبقى سايب لنا مضمون الشكوى. يعني في كذا صوره كانوا مسابين على صفحتنا على الان بوكس، بس الحقيقه احنا ما كناش عارفين الصور دي منين، فمش هينفع ان احنا حتى نعرضها على الشاشه من غير ما نكون متاكدين او معانا مثلا اصحاب الشكوى نفسهم. وفي عندنا طيب اخد فاطمه من الشرقيه لو. استاذه فاطمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فهم ازي حضرتك يا استاذه اسماء؟ ازيك انت؟ الحمد لله كويس. انا بشتغل تبع 5% من 8 سنين مشرفه نشاط. اهلا وسهلا بيكي، بتشتغلي فين؟ اهلا بحضرتك. في مدرسه تبع مركز كفر صقر تبع الشرقيه. تمام. واجا تثبيت في شهر 1 اللي فات، واسمي اجا في الارجاءات. اسم حضرتك فين؟ في الارجاءات، نقص ورق وكملنا الورق، وهو من شهر 1 دلوقتي فهو في الجهاز في مصر، ولسه لعند دلوقتي ما جاش، وانا ضمن ال 5%، والاستاذ الرئيس دايما بيتكلم ان احنا لنا الاولويه، بس انا مش لاقيه حقي. يعني حضرتك يا استاذه فاطمه متعانه في وزاره التربيه والتعليم؟ طب يعني نتمنى الحقيقه انه يحصل تواصل مع وزاره التربيه والتعليم، ويعني يسمعوا شكوى حضرتك. بشكرك جدا يا استاذه فاطمه. شكرا. يعني نتمنى. استاذة انتصار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة يا رب. الله يخليك. ربنا يبارك لكم يا رب كده ويسترها معاكم دايما. اللهم امين جميعا يا رب. اتفضلي. الله يخليك يا حبيبتي ويبارك لك. لو سمحتي انا عندي شكوتين بس. اتفضلي حضرتك. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يبارك كده في الرئيس يا رب بتاعنا ويسترها معاه ويفاديه. اللهم امين يا رب. طريقه. اللهم امين يا رب. وينصره على من يعاديه يا رب. اللهم امين يا رب. احنا عندي شكوى بالنسبه لابني ولجوز اختي. اتفضلي. الله يخليك. عندي جوز اختي عنده اعاقه في رجله اليمين. ايوه فهمت. اعاقه في رجله اليمين. ايوه. بيمشي على 13 صوابع، وسنه وصل 30 سنه دلوقتي، ومعاه مؤهل عالي، يعني معاه كليه. ايوه. فمعاه معاه عيلان توأم، فما بيشتغلش. ليه ما بيشتغلش ليه؟ ده كان في معرض توظيف امبارح مهم جدا، كان في تقريبا بنتكلم على 17,000 وظيفه، وكان في منهم لذوي الاحتياجات الخاصه كمان امبارح. ما هو مش عارفين نوصل ازاي الحقيقه والله يا استاذه، يعني انا مش مصدقه اصلا ان انا كلمت حضرتك والله. ليه بس حضرتك؟ يعني تحت امر. احنا مش عارفين نوصل. طب انا زمايلي هيقولوا لحضرتك تروحي انا بتمنى ان المعارض دي تعمل لها فروع في المحافظات، بس حضر زمايلي هيقولوا لحضرتك تشوفوا ازاي الشغل، وفي نشر التشغيل بتاعت القوى العامله هيساعدوا حضرتك. الموضوع الثاني اتفضلي حضرتك. الموضوع الثاني ان ابني معاه شهاده ثالثه اعدادي. ايوه. هو كان في الجيش الاول يعني وخلص جيشه وكده. طب كويس. فقال لي يا ماما يعني شغال هو نجار مسلح دلوقتي، في اليوم اللي بيطلعوا بيجي جسم سخن فيه وبيجي تعبان، يعني ما بيقدرش ان هو يقاوم يعني في الشمس والكلام ده، ما بيقدرش ان هو يكمل شغله. أيوة. يعني طول النهار في الشمس وفي النجاره. ربنا معايا يا رب. الله يخليك يا حبيبتي.
فهو كان عايز يشتغل في اي حاجه، عايز له شغله يعني ثابته يقدر يعيش منها واقدر اجوزه كده وافرح بيه. حاضر فندم متصل. زمايلي يقول لحضرتك ازاي هم يدوروا على شغل، بس لازم هم كمان جوز اختك وابنك لازم هم اللي يتشجعوا ويدوروا على شغل. يعني احنا دايما عارفين ان احساس الست المصريه ان هي بتفضل شايله هم البيت كله، لكن هم لازم يتحركوا. وفي اماكن كتير على فكره فيها وظايف، بقول لكم امبارح المؤتمر ده كان مليان وظايف، مليان يعني كتير جدا. حتى المهندس نجيب ساويرس نفسه انا شفته كان بيعلن عنه في كذا مكان. ف يعني اتمنى انه يكون ناس كتير راحت وتقدمت امبارح، ولو لسه يوم تاني ليهم لملتقيات التوظيف هنقول لحضراتكم. ام محمود. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا ام محمود. استاذه اسماء، ازيك انت يا ام محمود؟ الله يكفيك شر المرض ويبارك لك. اللهم امين. انا ليا ابن والله عايزه اشغله، معلش يا استاذه اسماء. ما انا يا ام محمود انا مش احنا مش ممكن بس توطي التلفزيون، احنا مش عاملين فقره توظيف يا جماعه ولا حاجه. احنا لما بيجي الاعلان عن نشره القوى العامله بتاعت وزاره القوى العامله بنقول لحضراتكم انه نشره التشغيل نزلت وعليها وظائف كذا كذا كذا. امبارح كان في زي ما بقول لكم معرض للتوظيف او ملتقى التوظيف، وده كان فيه 17,000 فرصه عمل. هنحاول والله مع حضراتكم في برنامج الصباح ان احنا نشوف الكلام ده، بس ده سهل يا ام محمود. يعني لو ابنك عنده اي حد بيدخل على النت سهل يدخل يطلع له الوظائف اللي موجوده، سهل قوي. وعلى فكره لو هو مش عايز يبقى موظف ممكن يروح جهاز المشروعات صغيره ومتناهيه الصغر ويعمل مشروع، مش لازم يبقى موظف. شيماء، استاذه شيماء من اسكندريه. أيوة. اي فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عندي مشكله، جوزي كان اصابه عمل وطلعوه بنسبه عجز 100% من الشغل، وبعدين لجنه التحكيم الطبي نزلت نسبه عجز 55%، فالمفروض انهم يردوا له شغله على طول، ما ردوش شغله لحد الان لنا 7 شهور، لا في معاش ولا في اي حاجه خالص. ورحنا لرئيس الشركه، قابلنا نائب رئيس الشركه وقال ان شاء الله يرد في وقت وحقكم والكلام ده كله، كل يعني الرؤساء بتوعه في برج العرب وفي اسكندريه مش راضيين يرجعوه خالص عشان هو بيعمل دكتوراه. شوف المشكله في بلدنا ايه، انه بيعمل دكتوراه، كل واحد خايف على الكرسي بتاعه، كل واحد بياخد مكانه. يعني ايوه، طب هو ليه ما راحش مكتب العمل ولا راح وزاره القوى العامله قدم شكوى؟ انا يعني حضرتك بتقولي انه بيعمل دكتوراه، يعني عارف كويس قوي ازاي يتحرك ويعمل ايه. فانا يعني بقول لحضرتك حضرتك هو لازم يروح يقدم شكوى لمكتب العمل او القوى العامله. انت عنك مش احنا حضرتك قدمنا شكاوي وهم مش من حقهم ما يردوهوش، هم رؤسائه في العمل اللي ما حدش راضي يقبله عشان كل واحد خايف على مركزه، لان اعلى واحد فيهم واخد ماجستير، انما جوزي بيعمل دكتوراه اعلى منهم. يعني هو لو حد يقعد مكان، هو مش عايز يقعد مكان كرسي حد، هو عايز ياخد حقه ويرد شغله. علشان انا دلوقتي عندي ابني في صيدله وعندي 3 اولاد في مدارس وابني في ثانويه عامه. حضرتك احنا بعنا الغالي رخيص وبنصرف من اللحم الحي، مفيش اي حاجه، مفيش اي دخل عندنا. ايوه يا فندم، هو من حقه ان هو يشتكي ومن حقه ان هو يروح اسم الشرطه ويعمل محضر انه الشركه ما بترجعوش شغله، ومن حقه ان هو لازم ياخد كل الطرق القانونيه. وانا بوعدك لو حصل تواصل وزاره القوى العامله معانا هنديهم بيانات حضرتك. بشكرك جدا. الف شكر يا فندم. احنا كتير جدا من المشاكل ساعات اللي بتجينا في حياه الصباح على فكره بيبقى محتاجه مننا احنا كاشخاص حركه اكتر ما محتاجه مننا استسلام، او اكتر ما نبقى دايما حاطين في دماغنا ان احنا في ناس اصحاب سلطه او اصحاب نفوذ ممكن ياخدوا حقنا، لازم احنا كمان نكون بنتحرك معاهم. انا طبعا كمان هقول للاستاذ عبد العزيز من البحيره واللي كان متضرر من الحصول على قطعه ارض بسبب البلطجه والتعدي عليه، اعتقد ان دلوقتي حضرتك طبقا زي ما الاستجابه جت لنا من وزاره الداخليه ان حضرتك مشكلتك اتحلت واستلمت قطعه الارض. كان في كمان احد المواطنين اللي كلمنا من منطقه كوم دبشو في محافظه البحيره وقال ان منطقه المقابر فيها سرقات واعمال بلطجه، المديريه قامت باجراءاتها وتاكدوا بعدم وجود ده وانها منطقه اثريه وعليها حراسه من شرطه السياحه والاثار. والحقيقه كمان من الاستجابات اللي جت لنا من وزاره الداخليه
كان استجابة لشكوى من الأستاذة هناء، واللي كانت بتشتكي من منطقة الطوابق من بلطجة سواقين التوك توك. مرور الجيزة عمل حملة هناك على المنطقة وتم ضبط عدد من التكاتك والدرجات المخالفة. الأستاذ عبد الرحمن واللي اتضرر من غياب المروري في مناطق الحسنية وسن الحجر، المديرية قامت بحملة مرورية هناك وتأكدت من الخدمات وكثفت خدماتها على المنطقة. السيدة أسماء من الإسكندرية وهي مديرة مدرسة فجر الإسلام ولقيت أنها متضررة بأنها لا تدير المدرسة حاليا ومعها حكم قضائي، تم تنفيذ الحكم عشان تدير المدرسة وبيتم حل المشاكل بينها وبين شركائها في المدرسة اللي كانوا مقدمين بلاغات. شكرا لوزارة الداخلية على جهدها واستجابتها للسادة المواطنين. بعد الفاصل إن شاء الله بإذن الله هتنورنا في استوديو هالصباح الطالبة الجميلة سما رامي، أيقونة تغيير الصورة النمطية لمتلازمة داون. هنتكلم معاها ازاي هي بتساهم وموجودة في الحياة معانا، حاجات كتير يمكن الناس محتاجة تعرفها، واعتقد انه كتير من الاسر كمان محتاجة تتفرج على الفقرة دي، واحنا كمان كمواطنين محتاجين او كناس او كجمهور او كبشر عايشين في مكان واحد محتاجين بجد ان احنا نتعامل بشكل صح مع الأشخاص اللي بيكون عندهم ميزة تانية وهي متلازمة داون. دي بالمناسبة بتدي للإنسان مميزات كتير قوي حتى عن الشخص العادي. خليكم معنا في هذا الصباح، فاصل وراجعين. بحشر على مية النهر وبخبي شعري بالصورة. تيلي 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 بابا تيلي تيلي يا سفورة بيتك يا سفورة واي ما نشوف الرحمة. تيلي ما عندك غير جناحي حكي لك كلمة غيري بيتك يا سفورة واي ما نشوف غير من تيري ما عندي غير جناحي حكي لك كلمة غيري لو سألونا من اللون بابا حكتنا العسفورة. تيري 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 يا سفورة. بصوا البهجة اللي موجودة في الاستوديو، يعني من قبل ما يعني انا يعني مش هينفع ان انا اصلا ما اكونش بضحك، يعني اول ما بنسمع اسم سما لازم نبتسم كلنا، هي يعني ما شاء الله عليها مبتسمة طول وقت، ربنا يديمها عليها نعمة. سما رامي، ويمكن كلنا سمعنا الاسم ده قبل كده، اشتهرت في وقت من الاوقات انها واحدة من اللي قدرت انها تعمل تغيير في الكتب الدراسية. كانت شكوتها اللي هي قدمتها لوزير التعليم العالي من كلمة، مش عايزة أقول الكلمة عشان سامت تضايق من الكلمة دي، أنا مش هقولها، أنا خليها تقولها. الكلمة دي كانت بتوصف متلازمة داون، وهي شافت أنه اللفظ ده أو التسمية دي للناس اللي عندهم متلازمة داون ده بيظلمهم، وهي رافضه خالص المصطلح ده، عشان كده انا مش هقول، لان انا مش ناويه ازعلها، وعشان كده الناس لقبتها بايقونه تغيير المناهج. سما اتولدت بمتلازمه داون، لكنها موجوده في حياتنا كلنا واحسن مننا، موجوده في مدارس عاديه مش مدارس من المخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه، اتعلمت مع الناس عادي زي اي طفل وطالب بيدخل مدرسه عادي جدا، بتحصل المناهج الدراسيه بتاعتها بشكل كويس. هي دلوقتي سنه ثانيه ثانوي والثالثه، خلاص طلعت ثالثه، وكمان هي كانت من ضمن المشاركين البارزين في منتدى شباب العالم، واللي منورانا في استوديو الصباح مع والدتها طبعا، اللي انا بشكرها لانه طبعا الام يعني بيبقى عليها دور كبير قوي قوي قوي. سامحه استاذنك، رحب ماما.
الاول بعد اذنك. طبعا مدام سوزان اهلا وسهلا بحضرتك منورانا هذا الصباح، وسما الجميله اللي ضحكتها ما بتفرقهاش ابدا. سما رامي ازيك يا سما؟ انت منوره المنتدى والله بجد، يعني ما لحقتش اشوفك في المنتدى كتير يعني، بس كده كانت لقطات. كنت مشغوله؟ ايوه انا كنت مشغوله. كنت مشغوله في المنتدى، كنت بتتابعي ايه بقى في المنتدى؟ كنت متابعه كان في ورش كتير حضرناها، كان في ورش كتير واحنا حضرناها وكنت بتحضريها، فده اللي كان مخليكي مشغوله، ما اديتناش فرصه نشوفك في المنتدى. بس انا برضو قلت لازم اشوفك بعد المنتدى. ازيك يا مدام سوزان منورانا، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام. انا طبعا مبسوطه جدا بمشاركه سما في المنتدى، وان حضرتك كمان كنت حريصه ومصره انها تكون موجوده وانها تقول رايها وانها تعبر عن نفسها. وقد ايه بجد انا سعيده ان انت كمان الخطوات كلها اللي انت مشيتيها مع سما على مدار سنين طويله، ما اعرفش تحبي تتكلمي عنها ولا لا؟ لا طبعا، زي ما حضرتك عايزه. طبعا ممكن كان نتكلم ونصبح على الامهات اللي عندهم ولاد متميزين زي سما. صباح الخير عليكم، صباح الخير والتفاؤل على مصر ام الدنيا، صباح الخير على على احلى امهات في الدنيا، امهات الملائكه، امهات اللي ربنا ميزنا من دون كل الناس، ان ربنا ادانا جنتنا في الارض وان شاء الله تبقى جنتنا في الاخره باذن الله ان شاء الله. سما ربنا انعم عليا بيها، عندها 17 سنه دلوقتي. ايوه مش باين عليها، بس هي عندها 17 سنه في ثانويه عامه الحمد لله. الحمد لله. اصرينا من اول لحظه ان هي تتعامل كطفل طبيعي جدا، كنا عارفين ان شاء الله اي حاجه هنزرعها هنلاقيها، والحمد لله رب العالمين مشينا معاها خطوات ثابته. اصرينا ان هي تدخل مدرسه عاديه، وده حق من حقها، حق كفله لها الدستور. طبعا اكيد وقفت قدامك عقبات كتير جدا جدا، من اول تقديم في المدارس اللي ما كانوش اصلا معترفين ان المفروض يبقوا اولادنا موجودين، ولغايه دلوقتي على فكره كل الامهات بتعاني جدا جدا من دخول ولادها المدارس لغايه دلوقتي. ورغم ان في قانون الدمج اقرته الدوله المصريه، لكن طبعًا للاسف المدارس بنلاقي فيها عقبات جامده جدا، اولياء الامور نفسهم للاسف مش قابلين ولادنا. ما اعرفش هم معترضين على ايه، يعني هم اصلا ما جربوش، يعني هم مش مديننا فرصه اصلا ان احنا نثبت لهم ان اولادنا كويسين. اولادنا بالتجربه اثبتوا ان هم ابطال ومتميزين جدا جدا، وبيقدروا والله العظيم يعملوا اللي الطبيعيين ما بيعملوهوش، بيتحملوا على نفسهم حاجات كتيره جدا جدا. كفايه قوي قوي ان هم يصحوا من الساعه 6 الصبح ويروحوا التمرين بتاعهم، وبعد كده يرجعوا على المدرسه، وبعد كده بياخدوا جلسات مذاكره، يومهم مشحون بشكل مش طبيعي. وحتى في مرضهم بيتحملوا اكتر من البني ادم الطبيعي، رغم ان بنيتهم دايما ضعيفه ومناعتهم قليله، لكن بتلاقيهم بيتحملوا اكتر من الحد الطبيعي. بنادي وبناشد من هنا ومن قبل ما نبتدي اي كلام على سما، ان هم ياخدوا بالهم كويس قوي 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 ان احنا في وسطكم يا جماعه، قبلونا، مش عايزين نرجع لورا، مش كل ما ناخد خطوه لقدام، يعني مثلا قرار الدمج اللي اتاخد من 2008 جايين دلوقتي عايزين يرجعوا فيه. يعني انا اسفه ان انا ببتدي ده قبل ما نبتدي في حاجه لسما، لان دي رساله في رقبتي، رساله في رقبتي لكل امهات الدون ولكل ذوي الاحتياجات الخاصه. ارجوك يا سياده النائب المحترم، بدل ما تفكر انك تلغي الدمج علشان المدارس غير مؤهله، فكر في انك تحل مشاكل المدارس، فكرت انك تحل مشاكل الامهات اللي بيجروا على المعاش. بتتكلمي عن المقترح اللي قدمه النائب البرلماني بخصوص للاسف للاسف الشديد، بس ده مقترح طلب احاطه، بس ده بيضايقنا وما بينيمناش للاسف. هو مش عارف الامهات بيعانوا قد ايه، فكان لازم قبل ما يطرح الطلب دوت يرجع كده ويشوف الامهات بتعاني قد ايه، يروح يشوف المستشفيات والتامينات اللي اولادنا محتاجينها، يروح يحل مشاكل الغرف المصادر اللي في المدارس، يروح يحل مشاكل التامينات والمعاشات اللي بتتقدم شهر وبتتمنع بقيه السنين. يا ريت بدل ما يفكر يرجعنا يفكر يتقدم بينا. طيب حضرتك بقى ممكن تبتدي مع سما. لا خالص، بالعكس على فكره حضرتك عندك حق، وانا يعني انا مقدره جدا جدا اللي حضرتك بتتكلمي يعني بتقوليه، وصدقيني ناس كتير 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 اكيد كلنا فرحانين انه هم اولادنا واخواتنا وبناتنا وليهم حق في المجتمع زيهم طبعا. زينا واكتر كمان. الدمج يعني ماشي في طريقه،
والوزارة ابتدت تاخد خطوات. وسما هي موجودة في المدرسة؟ سما موجودة في المدرسة وغيرها كتير جدا جدا وليها أصحابها في الكليات كمان ومتميزين. طيب الحمد لله. وقادرين يثبتوا نفسهم. ازيك يا سما؟ الحمد لله. أخبار المنتدى كان إيه؟ المنتدى كان حلو قوي. انبسطتي؟ انبسطت في الحقيقة. وتعرفتي على ناس كتير موجودين وكده في المنتدى؟ أنا شايفاكي كنتي طول الوقت ما شاء الله. الناس ما كانوش مصدقين نفسهم، كل الناس كانوا بيسعوا لان هم يعرفوها طبعا. وهي سما كانت بتروح بقى تعرفهم على نفسها وتسلم عليهم، يعني هارت كل الناس بوز بس في المنتدى كله. لا بالعكس، هي كانت كمان شخصيه منطلقه جدا، وانا سعيده ان هي كمان كانت بتتواصل حتى مع الشباب اللي موجودين في المنتدى اللي مش مصريين، حتى اللي جايين من دول تانية وتتكلمي معاهم. يعني شايفه كان ليكي راي وحضوري يا سما، كنت ايه اللي انت من جواكي عايزه تطلعيه او عايزه تقوليه؟ عايزه تقولي لهم ايه؟ انا كنت عايزه اقول لهم انا بحبهم قوي. انا تعرفت على ناس جديده وتعرفت على ناس اجانب. وانا كنت بحبهم وكنت انا حاولتي توصلي لهم رسالتك اللي سافرتي بيها الرئيس السيسي. كنت بتقولي لهم ساعدوني عشان ايه؟ قولي لهم. انا انت كنت بتكلمي معايا، انت كنت زعلانه. انا كنت قعدتي تعيطي. قعدتي تعيطي ليه؟ لا انا بعيط علشان قول. كنت بعيط عشان انا ما عرفتش اتقابل بالرئيس. انا مش عارفه اقابل الرئيس. ايوه. كنت عايزه تقابليه. انت كنت موجوده في المنتدى اكيد شفتيه. شفت. بس ما عرفتش تتكلم معي. انت كنت عايزه تقابليه تتكلمي معي. عشان انا كنت عايزه اقابله، عشان كنت عايزه اتكلم معاه، يعني اتكلم معاه وانا هتناقش معاه. كنت عايزه تتكلمي معاه وتتناقشي معاه. ومعرفتيش، وده اللي خلاكي قعدتي تعيطي. مش عايز تقولي له ايه يا سما؟ انا كنت عايزه اقول له لو سمحت يا رئيس السيسي، عايزين نغير اسم القانون كلمه الاعاقه. عايزه تغيري في القانون؟ لا تغير اسم القانون. لا انا عايزه اغير اسم قانون الاعاقه. عايزه تشيل كلمه الاعاقه بس. طب ثواني يا مدام سوزان، انا عايزه افهم، يعني انت عايزه القانون قانون متحدي ذوي الاحتياجات الخاصة؟ ما هو ما اسموش قانون متحدي، هو أيوة انت قانون ذوي الإعاقة. قانون ذوي الإعاقة. القانون ذوي الإعاقة. فأنت عايزة أنت كنت عايزة تقابلي رأي. أنا معاكي براحتك. أهو سامعاكي. أنت عايزة تقابلي رئيس عشان عايزة تقولي له مش عايزة. أنت مش عايزة كلمة الإعاقة؟ مش أنا مش عايزاه. ليه مش عايزاه يا سامع؟ أصل أنا عشان أنا متضايقة من الكلمة دي. وانا كنت عايزه اخليه اسم القانون اصحاب قدرات خاصه اولانا. عايزه يبقى اسم القانون ايه يا حبيبتي؟ قولي لي تاني. اصحاب قدرات خاصه. اصحاب القدرات الخاصه اولهمم. اولهمم. بس ما يبقاش فيه كلمه الاعاقه. ما بقاش فيه. طب ايه الكلمات التانيه اللي بتضايقك يا سما؟ ايه الكلام اللي انت بتشوفي ان احنا بنقوله بيضايقك؟ يعني ان شاء الله باذن الله الرئيس يسمع طلبك، وانا معاكي، انا اتمنى انه زيك ان تتشال الكلمه دي. وبس ايه تاني؟ قولي لي ايه الكلام اللي بيضايقك؟ ايه الكلام اللي بتحبي تسمعيه؟ الناس عاملين بيبصوا لي بطريقه وحشه. البصه بتضايق. ايوه هو بس بيضايقني. بتضايقك عشان هما بيشوفوكي متميزه، يعني عشان بيشوفوا فيكي حاجة مختلفة مش موجودة عندنا. صح؟ صح. فأنت ممكن ما يعني الناس ما تبص لهمش كده، يعني ممكن الناس يعني بيبصوا عشان أنا بشوف حد شكله مختلف. أنت عارفة إن الرئيس قال للناس اعملوا الاختلاف ده ميزة؟ سمعتي كلمة الرئيس لما قال كده؟ يعني قال خلوا الاختلاف ده يكون ميزة للحضارة بتاعتنا، يعني ممكن صح تساعدنا. صح؟ مظبوط كده. مظبوط مش كده هيبقى. بس كلمة الإعاقة مضايقاكي. مش عايزاها تبقى موجودة. طب انت في المدرسة بتحسي ان انت في حاجة تانية في المدرسة بتضايقك في الدراسة في المناهج؟ في كلام بيضايقك فيها؟ لا 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 لا. كان في. ايوه انت قلتي الكلمة كان في اللي هي بتاعت انا اسمها ايه؟ مش هقولها. عايزاني اقولها ولا انت تقوليها؟ مش عايزة اقولها خلاص. انا مش هقولها. مش هنقول الكلمة دي لأنها بتضايق سما جدا. بس أنا فتحت الكتاب الأحياء لقيت فيها كلمة البله المنغولي. البله المنغولي. عشان أنا مش عبيطة وأنا مش هبلة
انا بقدر افكر وبقدر اتعلم وعندنا قوه اراده علشان انا واصحابي ابطال. طبعا دي حقيقه وانا مبسوطه. هي قالت كده للدكتور بجد واكيد كل الناس لازم تسمع الرساله دي بتاعتك انه انا قولي يا سما انا شخص عندي متلازمه داون بس انا شخص زي كملي بقى قولي الكلام. الكاميرا معاكي دي الكاميرا يا كريم صح؟ يلا يا سما الكاميرا بتاعتك اهي قولي. انا بعرف افكر وبعرف افهم ازاي وعندنا قوه اراده. انا بعرف اتعلم. انا بفهم كل حاجه. انا ازاي اتعامل مع الناس. انا بحب كل الناس قوي عشان هما بيحبوني وانا بحب اشكر للاسيسي حبيبي وبحب اشكر انكل بسام طبعا. انكل بسام انكل بسام راضي عشان هو اللي وديها الدعوه السفير المتحدث الرسمي باسم الرئاسه تمام. وانا بحب اشكر الدكتور طلال الشوقي ايوه هو قابلها هناك وكنا حاضرين ورشه وبعد كده هو خرج فهي خرجت وانا خرجت علشان اجيبها فهو كان بياخد بريك وانا هعيط كان بياخد بريك فهي جريت وراه فطبعا هو كان الناس زحمه جدا فعايز ياخد بريك عشان يرجع يكمل بقيه الجلسه فقالت له يا دكتور طارق شوقي انا سامع حبيبتك انت مش فاكرني فقال لها طب تعالي يا سما فخدها بقى معاه في الاستراحه بتاعته ودخلت جوه قعدت تتناقش معاه وقعدت تقول له على التعليم والمناهج وان اصحابها لازم يبقوا في المدرسه وهو كان مبسوط جدا بيها ومنبهر وقاعد بيضحك مش مصدق تقول له انا سامع حبيبتك مش عارف لا بس كويس يا سما ان انت بجد حاسه ان انت قادره تعملي حاجات كتير وتغيري حاجات كتير وبتفكري بجد بطريقه يعني الكلمه اللي اتغيرت دي ما هي كانت موجوده في كتاب الاحياء من زمان صح؟ كانت موجوده بكل اسف الكلمه اللي هي اللي احنا مش هنقولها. بصي انا بس بحب اشكر انكي امير تعيمه. اوكي الفنان طبعا امير تعيمه هو في منتدى في ملتقى ذوي القدرات الخاصه اللي العظيمه الدكتوره سويرة عبد القادر عملته عملت لهم ملتقى فنون لذوي القدرات الخاصه على مدار سنتين. طب انا مش عايزه ادعيكي بتاعتي لا 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 اصل انا حاسه ان احنا بدل ما بنتقدم بنرجع بس ليه بس؟ يعني المفروض كل الناس يساعدونا يعني ما ينفعش ابدا بعد ما ناخد خطوات وولادنا يبقوا كويسين وثابتين نفسهم نبتدي نلاقي الناس معرفش انا مش عارفه احنا بنتقدم ولا بنتاخر. يعني سما واصحابها كلهم ابطال فعلا يستحقوا ان الكل يقدرهم والكل يسمعهم طبعا طبعا وبيغيروا لما بيقدروا لما بيعملوا حاجه فعلا والله العظيم بيعملوها باتقان مش طبيعي. انت قلقانه لا يحصل كرار الدمج؟ لا انا مش قلقانه لان زي ما في سياده النائب في ناس كتير كويسه جدا 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 عندنا الحمد لله التربيه الخاصه الدكتوره الجميله دكتوره هلا عبد السلام واقفه في ظهرنا وتعمل لاولادنا كل حاجه والدكتور طارق شوقي مفيش حد مقصر في التربيه الخاصه ومفيش حد هيسيب ولادنا واحنا مش هنسيب ولادنا ومش هنسيب حقهم طبعا. يعني ربنا خلقهم ومحدش يقدر يمنع عنهم ابدا ابدا حق حياتهم ان شاء الله. شايفينهم كلهم متميزين ابطال العالم كلهم من ولادنا بيسافروا ويشرفوا مصر في كل المجالات طبعا. الحمد لله رب العالمين. سما كانت في المنتدى وشرفت مصر وكانت مثال جيد جدا جدا طبعا. لحد واعي وفاهم عارفه هي بتتصرف ازاي وبتعمل ايه وبتقابل الناس ازاي وبتعرفهم على مصر ازاي. وحتى في ملتقى اولادنا لذوي القدرات الخاصه اللي دكتوره سويرة عبد القادر عملته يعني الناس اللي بره كانوا منبهرين ازاي الولاد طالع منهم الكلام ده ازاي دول اصحاب قدرات خاصه. استاذ امير طعيمه عمل لهم اغنيه مع انغام اسمها رقم صحيح. رقم صحيح هم رقم صحيح. انت بتحبي الاغنيه دي؟ تحبي تغنيها؟ قولي غنيها بس. ممكن تغني اغنيه ثانيه قولي اللي يعجبك لانكل امير. بس انا كنت عايزه اغني الاغنيه بتاعت انكل امير قولي عشان هيفرح قوي بيا. طب قوليها كلنا هنفرح بيكي طبعا. استاذ امير تعيمه مصبح عليه وان شاء الله يكون سامعك معانا. طول ما في قلبي ساعة الكل والأسياد تقلي أقل طول ما مالينا الحب فينا بكرة هيحلى وهيكون فل طول ما تنعرف معنى الحب
والمليان عالفاضي ثوب، مش حيبات في الدنيا دي واحد عايش مشكلة ملهاش حل. البيت الكبير اللي مليان بخير، ظهر اللي ملوش في الدنيا دي حد وراه، ايد بتطبطب نور بيقرب زي الشمس بتبعد نورها بتدي حياة. الله الله. سامة عايزة تقولي حاجة؟ عايزة تقولي أي حاجة تانية قبل ما يعني انت هتسيبي الاستوديو بس تانية عشان هنقعد مع بعض لسه قاعدين يعني. عايزة توجهي حاجة تقولي أي حاجة ولا انت قلتي أنا قلتي أنا عايزة أقول كل اللي أنا عايزة أقوله؟ أنا قولي كل اللي فاضل حاجة في اللي انت عايزة تقوليها. صوت قبل سيادة الرئيس طبعا. بس أنا كنت نفسي أقابل سيادة الرئيس الإليس السيسي عشان أنا كنت عايزة أغير كلمة الإعاقة اسم الكمون. لازم نغير اسم الإعاقة علشان في كل مكان مكتوب خاص بالمعاقين، خاص بالمعاقين، حتى الكارنيه بتاعهم مكتوب فيه معاقين. هي سما بتضايق جدا جدا واصحابها وفاهمين، فاهمين وحاسين الكلمة دي قد إيه بتضايقهم. عايزين لقب إنسان يا سيادة الرئيس، خلي القانون زي ما هو، وإذا كنا هنعدل فيه واللايحة التنفيذية بتاعته إن شاء الله تقر والناس كلها تستفيد منها. عايزين اسم إنساني لأولادنا، لقب إنساني بس. سما مش عايزة كلمة عاق. أنا عايزة بس أصحاب قدرات الخاصة أو الهمة. أصحاب القدرات الخاصة أو الهمة. بس أنا شكراً. استنى قول. أنا بس دي حلقة تانية. اتفضلي. انا عندي انا بس علي صوتك. انا بفهم كويس وانا بعمل كل حاجه كويسه طبعا، وانا عندنا كوت اراده عشان انا واصحابي ابطال طبعا طبعا. انا بحب اشكر كل الناس اللي هم بيحبوني، وبرضه انا بشكر باباي حبيبي عشان هو بيعمل كل حاجات الحلوه. ربنا يخليك. انا بشكرك جدا 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 لواحده من اصحاب الهمم والقدرات الخاصه سما رامي. بشكر طبعا حضرتك لان ماما برضه انت عارفه ان ماما من اصحاب القدرات الخاصه والهمم. انت عارفه كده ان ماما كده؟ طبعا بجد انها عندها بجد قدرات خاصه مش زي الامهات العاديين. انت عارفه كده؟ عارف. يعني متميزين. بس انا عايز بس اقول كلمه كمان. قولي عشان احنا لازم نطلع فاصل. قولي يا سامي. كنت عايزه اقول نهاكم سعيد وايامكم بيضحك. الله، ده انت تيجي تقعدي مكاني. طب يا جماعه انا هطلع بعد الفاصل ان شاء الله باذن الله هينورنا بقى في استوديو هذا الصباح الاستاذ احمد مجدي النحات المصري المشارك في النصب التذكاري لاحياء الانسانيه واللي كان بيفتتحه الرئيس في شرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم. وبشكر اصحاب الهمم سما رامي. بشكرك جدا يا سما. وهنتقابل بعد الفاصل. نورنا بس الاستاذ احمد ولسه هنكمل كلامنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يستجيب سياده الرئيس ويتم تعديل كلمه الاعاقه، يعني تتشال لانها ملهاش وجود اصلا. فاصل وراجعين. النصب التذكاري لاحياء الانسانيه، كلنا شفنا هذا العمل الفني الرائع الحقيقه واللي اقيم على ارض السلام مدينه شرم الشيخ. افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، وطبعا القلوب دي ابهرت الحضور، يعني الانظار كلها كانت حواليها اول ما شفناها على طول، واللي كانت بتضم 72 عمل فني من 72 دولة. هنتكلم عنهم كلهم مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة في استوديو هذا الصباح، الفنان طبعا المتميز جدا 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 الأستاذ أحمد مجدي النحات المصري المشارك في النصب التذكاري لإحياء الإنسانية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. منورنا في هذا الصباح. شكرا لحضرتك. أنا بحييك على الإبهار وعلى يعني على الشكل، وتحس أنه يعني الفكرة بتاعت قلوب الإنسانية، يعني الناس يعني الفكرة دي جت منين، أو زي أن أنتوا جمعوا القلوب كلها من أجل الإنسانية أو
الموضوع بدأته ازاي؟ هو الموضوع بدأ مع شوشة أبو الخير، هي مصممة مصرية كان عندها حلم أو فكرة أنها تعمل حاجة للإنسانية من خلال الفن. بدأت بتقديم مشروعها لإدارة المنتدى وهم رحبوا جدا بالفكرة، ومن هنا بدأ الموضوع يتحقق على أرض الواقع. يعني هي قدمت المشروع بتاعها والحلم بتاعها، يعني هي راحت قدمته للقائمين على المنتدى وقالت لهم نفسنا نعمل كذا كذا نعمل كذا، وهي يعني هي ما عندهاش أي مؤسسة أو حاجة تدعمها، هي بنفسها، يعني هي صاحبة الفكرة وقدمت الفكرة بتاعتها ولقت استحسان يعني ولقت قبول عند إدارة المنتدى وبدأنا في المشروع. اتجمعتوا ازاي بقى كلكم؟ هو يعني هي اعتمدت على مجموعة من الكيوريتورز ومجموعة من برضو كان في اتصال مع السفارات بعض الدول عشان نقدر نحصل على العدد ده من الفنانين. كان في 72 فنان بالفنان المصري اللي هو انا، وانا كفنان مصري شاركت بشكل مختلف شوية لانه اطرح اوبن كول دعوة مفتوحة للفنانين المصريين يشاركوا. فانا قدمت عملت الابليكيشن بتاعي وقدمت الفكرة بتاعتي من خلال دعوة مفتوحة وتم قبولي في المشروع. ما فكرت فيها او فكرت فيها ازاي؟ لما اطرح الموضوع في الاول بدات اشتغل عليه وافكر فيه، ولما اطرح الدعوه المفتوحه من خلال الانترنت يعني قدمت اونلاين. اونلاين زي انت بتقول في فنانين كتير قدموا في فنانين كتير قدموا وانا قدمت وتم اختياري. انا الكونسبت اللي فكرت اشتغل عليه هو الكونسبت اللي ليه علاقه شويه بمصر، يعني انا رجعت للمصر القديم. هو كان بيشتغل القلب ازاي في منحوتاته في رسومه، ولقيت ان دي يمكن كانت اول مره كمان على فكره يا احمد ان احنا ناخد بالنا ان احنا طبعا انا عارفه ان حضرتنا الفرعونيه مليانه ومش عارف اتكلم زيك كفنان بخطوط، بس كمان الناس اللي كانت بتتكلم هناك في المنتدى يعني كان بيقولوا انه اسمه ايه، الخط المصري ولا الطريقه المصريه ولا الستايل المصري، يعني خلينا نقول الستايل المصري يعني انه ده من طبعا احنا عارفين ان احنا ابتدينا فن النحت، يعني فن النحت، بس انه التمييز بتاع الطريقه بقى او الشكل او بيقولوا عليه ايه، بتقولوا عليه ايه بلغه يعني ان حضرتك تقدري تلمحي من العمل الفني ثقافه الفنان ده، يعني تقدري من خلال العمل الفني تعرفي الفنان ده جاي من امريكا اللاتينيه، ده جاي من افريقيا، ده جاي من اوروبا، مجرد يعني ما تبص للشكل بتشوف العمل، لان في الاخر الفنان بيعمل عمله الفني من خلال ثقافته، من خلال تاثره بالبيئه اللي هو نشا فيها. فانا استاذي او المعلم الاول بالنسبه لي هو المصري القديم. فانا اول ما فكرت في القلب فكرت ازاي اعمل ربط ما بين تاريخنا القوي جدا، مصر اول دوله في العالم، دوله حقيقيه، اول دوله طبعًا تعلم العالم كله النحت، تقنيات النحت، مصر كانت مدرسه كبيره جدا في النحت طبعا، وان شاء الله ما زالت، يعني احنا عندنا نحاتين في مصر كبار جدا واساتذه ونحاتين عندهم تجارب فنيه هايله يقدروا يكونوا موجودين بشكل عالمي مش بشكل محلي بس طبعًا. الموضوع بس محتاج شويه دعم، شويه توجه، وانا شايف ان اللي حصل في الميموريال وفكره احياء الانسانيه ان مصر تستضيف 72 فنان من 72 دوله من دول العالم عشان يقعدوا لمده اسبوعين في شرم الشيخ يشتغلوا، احنا وفرنا لهم كل الخامات والادوات اللي هم كانوا عايزينها، كل فنان اشتغل بخامه مختلفه، ان هم يقعدوا اسبوعين في حاله حميميه. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه بقى، انا شايف ان المنافسه ما كانتش موجوده بقدر ما كان هدفكم ما كانش فيه الابداع. ما كانش فيه منافسه لان هو الموضوع مش مسابقه او مش منافسه، كان في نوع من التالف والمحبه والتعاون. انا كنت الكوميسير التنفيذي للسمبوزيوم وكان الاستاذ ياسر جاد الكوميسير العام، يعني اللي بيديروا الحدث من الداخل. انا عايز اقول لك يعني كم التعاون بين الفنانين، وبعدين بقى اللي حصل تفاصيل صغيره زي فكره ده القلب انا بحط بس عشان كمان الساده المشاهدين ياخدوا بالهم منه من الطريقه واختيارك للجولد كمان. هو كان يعني اختيار الخامه هو القلب من خامه البرونز والمطلي ذهب، وكان اختياري للطلا الذهب ان هو فكره
ربط المشاهد او المتلقي مباشره اول ما يشوف العمل الفني بالمصر القديم بالاعمال الذهبيه اللي كان بيشتغل بيها. طبعا معدن الذهب كان معدن مميز. بالظبط، معدن نبيل وهو مصر، يعني مصر الذهب. فده كان اختياري او سبب اختياري للذهب. العمل نفسه او الفكر نفسها الفورم ده نفس الفورم اللي كان بيشتغل بيه مصر القديم. القلب كان بيعمله بالفورم ده بالشكل نفس ده. الطريقه نفس الطريقه، والثلاث مساحات اللي فوق اللي هم الثلاث شرايين الاساسيين كان بيعمل التلخيص ده بالظبط، وكان عنده فلسفه ليها علاقه بان الثلاث مساحات دول هو الميلاد والحياه والموت. كلهم جامعهم في القلب. فدي كانت فكره المصر القديم، لكن اضافتي انا هي الجناحات. ما انا كنت لسه هسالك ال 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 الجناح، وهو زي ما احنا فهمنا انه بيرمز للحريه والانطلاق زي ما انا فهمت، ولا احنا زي ما انت شرحت؟ لا دي وجهه نظري في انت شرحت للناس كده. انا شرحت للناس كده، ودي وجهه نظري دايما في الاعمال النحتيه بشكل عام، ان انا بستخدم الاجنحه لان انا كمان يعني عندي قصه كده. انا جاي من الصعيد، انا مواليد اسيوط ودرست وعشت في الصعيد واهلي في الصعيد، لكن كان لازم اجي القاهره عشان ابقى قريب من مركز الفنون يعني. فعندي يعني عندي فكره او الموضوع ليه علاقه بانك تيجي من ثقافه وعادات وتقاليد مختلفه شويه، احنا في الاخر جوه مصر كلنا مصر لكن مختلفه شويه، وتيجي تعيش في المدينه في العاصمه بشكل كبير. فكان موضوع الطائر او الاختراب او المواجهه كان موضوع داخلي جوايا دايما بيخرج في شغلي بدون ما اقصد، يعني ما ببقاش قاصد اعمل ده. بتحس ان هي مرحله الانطلاق. بس على فكره الفكره دي ابهرت ناس كتير قوي يا احمد، وان هم كمان شافوا الرئيس في افتتاح النصب التذكاري، واعتقد دي كانت الناس كلها يعني قاعده في حاله ترقب ثانيه نشوف الرئيس ايه اللي هيحصل. الرئيس هيجي يفتتحه، والمنتدى كمان الشباب المشاركين في المنتدى كان كتير جدا منهم حريصين ان هم قبل ما يسافروا يروحوا عند النصب التذكاري ويتصوروا وياخدوا الصور معاهم. والحقيقه طبعا انا بنحيي ال 72 فنان، وبدون تحيز وبدون تعصب، ان كان كله بيبص للقلب المصري. لا بصراحة كل الفنانين يعني الغالبية العظمى منهم هايلة. عملوا أعمال هايلة بمنتهى الأمانة، وكان في حالة من التواد يعني لما تلاقي الفنان التركي قاعد مع الفنان الأرميني، لما تلاقي الفنان الكويتي مع الفنان العراقي، عارفة كل المشاكل، الفنان الإيراني مع الفنان التركي والفنان الكويتي. لا لغة الفن ملهاش علاقة بأي صراع يعني فعلا مصر جمعت كل الثقافات المختلفة في الميموريال، في السيمبوزيوم بتاع الحياة الإنسانية، جمعت كل الثقافات المختلفة ودوبتهم في بعض. كان في تحاب، وكان في لقاءات وحديث دايما بين الفنانين وبعض، كان في حالة عمل حقيقية وحالة حب حقيقية. سيادة الرئيس يعني أنا بشكل شخصي كنت سعيد انه عنده تجاوب بالشكل ده، واتحرك معايا لما حطينا القلب المصري. كان منبهر ومبسوط وشكرني على المجهود اللي تم، وشكر مهندسة شيماء. ففعلا يعني هو يسعدني قوي كفنان مصري شاب ان انا اكون كشاب في المقام الاول مشارك في حدث باسم مصر بالشكل ده. وده يدل ان في تغيير حقيقي، وفي رغبه في ان احنا يعني الشباب موجود وقادر يعمل حاجه تنافس، وقادر يعمل حاجه تشرف البلد، فليه لا ما نديله الفرصه. فده اللي حصل بشكل حقيقي جدا. انا بشكر كمان الفريق التنظيم للمنتدى طبعا. شباب في منتهى الحيويه في منتهى مثقفين ومحترمين وعندهم استيعاب، ويستحملوا الضغوطات ويستحملوا المشاكل. اول مره يتعاملوا مع حدث فني سيمبوزيوم للفن كان جديد عليهم، لكن اتعاملوا بمنتهى الذكاء والاخلاص، مخلصين. وقد ايه كمان ان الفنان بيبقى مهتم بالتفاصيل عنده طبعا. يعني الفنان طبعا كمان عينه بتشوف اللي ممكن الشخص العادي ما بيشوفوش. الفنان مهتم بالتفاصيل وعنده كمان رؤية مختلفة طول الوقت للحياة بشكل عام من حواليه. فكمان استيعاب الشباب او المجموعة التنظيم العمل وعلى رأسهم المهندس محمد مراد من ناس الدينامو يعني في الموقع. الجانب الثاني كمان الناس اللي اشتغلوا على الميموريال على الموقع، يعني حضرتك تتخيلي في 3 أسابيع الموقع من صحراء للي حضرتك شفتيه ده الموقف. فلا دي ناس اشتغلت بجد. اداره هندسيه قعدت تشتغل فيها قد ايه؟ القلب بتاعي يعني الوقت خد التفكير مني هو اللي بياخد وقت اكتر. حد فكر تقريبا اسبوعين بتفكر واسبوع بتنفذ بالظبط.
يعني انت ثلاث اسابيع في اسبوعين التفكير. التفكير لان هو التقنيات وطريقه التنفيذ الفنان بدل ممتلك ادواته وعنده يعني خبرات الى حد ما، يعني ما اقدرش اقول ان انا يعني لكن عندي خبرات. لا طبعا لازم تقول كده، لازم تقول كده. لكن هي الفكره ان انا هاد ايه الكلمه اللي انا هقولها. هو ده الموضوع، المسج اللي هتحصل من النحت بتاعك، مش انك ازاي اعمل التوليفه دي كمان، ان انا ده قلب مصر يعني القلب المصري اللي هيشارك، وانا همثل وطن وحركه فنيه قويه جدا في مصر، انا ممكن اكون اصغر حد فيها. بس انت مليان طاقه ايجابيه كمان رهيبه. ما شاء الله. شكرا لحضرتك. يعني بس انت بجد بتحس انه هل احنا ظلمنا فن النحت في سنوات ودينا بنقول اهو لا احنا رجعنا من تاني؟ دي بدايه لما سيادة الرئيس بنفسه يفتتح حدث لأول مرة، يفتتح حدث للفن النحت تحديدا بالحجم ده وبالقوة دي. دي رسالة قوية جدا ان احنا عندنا الدولة عندها توجه انها تدعم الفن وتدعم النحت تحديدا، لان احنا على مر السنين اللي فاتت شفنا تشوهات كتير في الميادين طبعا، وده شيء سيء جدا. اعتقد ان الفترات اللي جاية، الشهور والسنين اللي جاية هتشهد تغيير قوي بعد رساله سياده الرئيس واهتمامه بالفن النحت تحديدا. اعتقد ان المشهد هيتغير، هيتغير للاحسن، هيتغير للامام. احنا مصر تاريخيا وحاضرا طبعا. مصر فان شاء الله ده هيحصل ان شاء الله. وانا بجد ببارك لك وبحييك وبشكرك، ويعني يا رب دايما 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 للامام، ونتمنى دايما نكون معاكم ونقابلك كمان في حاجات احسن واحسن، انت وكل الشباب الفنانين. عارفين يمكن تكونوا كتير جدا ناسين زي ما انت بتقول يا احمد، حسيتوا بانه ما فيش الاهتمام، لكن اهو جت تاني رساله قويه من رئيس الجمهوريه شخصيا. بشكر حضرتك جدا. وبس كان عندي حاجه صغيره كده سريعا ارجوك عشان احنا سريعا في ثلاث دقائق. احنا عندنا مراسم حي الفنانين في هرم سيتي. احنا اكتر من 100 فنان، عندنا مشكله كبيره جدا مع الاداره، عندها رغبه في انها تخرج الفنانين، وفي موضوع سيء جدا مع اداره اوراسكو. نتمنى انه يتحل، ونتمنى المهندس سميح ساويرس يهتم بالموضوع ده. اكيد ده هيحصل، احنا طبعا بنضم صوتنا لصوتك، واكيد هيتدخل ان شاء الله باذن الله ويحاول يحل الاشكاليه دي. شكرا للفنان نحات الاستاذ احمد مجدي، نورتنا في هذا الصباح. بشكرك كل مشاهدينا في هذا الصباح. خلصت حلقتنا النهارده، بشكركم على وجودكم معانا، ونتمنى كل اللي احنا نقدمه دايما يحوز على رضاكم. وتحياتي لحضراتكم اسماء مصطفى، اترككم مع زميلتي العزيزه ايه عبد الرحمن. صباح الخير عليك يا ايه.